موضوع الجلسة اليوم، عادة نحن بنقعد نختار مواضيع الجلسات، حسينا اليوم موضوع الجلسة تحديدا فرض حاله علينا. يمكن من شهرين، يعني بالشهرين السادس والخامس وهلا دخولا بالسابع، ظاهرة يعني هو يعني فعلا عاملين جلسة لنسأل حالنا عن جد اليوم نحن قدام ظاهرة اللي هي العنف المفرط، ولا نحن قدام حالة صارت جزء من هوية هذا المجتمع أو جزء من ثقافته. بحث اليوم يمكن بسيط على الفيسبوك أو أي موقع أو أي منصة إلكترونية، فورا بس نكتب سوريا بيطلع تصاعد العنف، أعمال العنف اليوم عن جديد من شهرين قصة الجرائم الكتير كانت قاسية، يمكن اللي عم نسمعها حالات العنف الأسري أو اتجاه الأطفال اتجاه النساء. كنا يمكن بالسنتين الماضيين دائما نوجه تكون موجه الاهتمامات تجاه ممارسة العنف على النساء كونها كانت ظاهرة، اليوم لا، ظاهرة العنف شملت كل الشرائح، الأطفال، النساء، الرجال، الكل اليوم انخرط بأنه يكون ضحية أو جزء من عملية عنف سواء كان عنيف أو معنف أو مشارك في عمل عنف. اليوم أنا كنت عم بكتب على الفيسبوك فطلع لي هاشتاج أنه الشهر السادس هو الأكثر دموية في سوريا بال2020. زاهر حجو رئيس الطبابة الشرعية بيقول أنه حالات الانتحار بسوريا بال2019 كانت 124 حالة، بينما بال2020 لواحد ستة وصلوا على 87 حالة انتحار. موقع عالمي نيمبيو المتخصص بالإحصائيات عم بيقول أنه سوريا بتحتل المركز العاشر عالميا من حيث ارتكاب الجرائم، هذا بالتقرير النصف سنوي. إذا بنرجع على حالة الانتحار نحسب، طلع أنه كل يومين في سوريا بينتحر، يعني عمليا إذا على 87 أرقام كبيرة. كمان حكت عنها الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن أعداد الأطفال مثلا اللي توفوا أو اللي قضوا تحت التعذيب أو اللي تعرضوا للاختطاف أو الاختفاء القسري على أيدي كل أطراف الصراع. عنا اليونيسف كمان حكت على ملايين الأطفال اللي بحاجة مساعدة، الأطفال اللي لاجئين، الأطفال اللي نازحين. يعني نحكى عن الوضع المعيشي كمان، بظن الرقم اللي كان كمان صادم عن عدد السوريين يلي هنن اليوم تحت خط الفقر أو اللي هنن بحاجة مساعدة أو مهددين بالجوع. اللي بدي عم حاول أقوله أو بلش في الجلسة إنه نحن اليوم قدام ظروف كتير صعبة على كل المستويات. يمكن بعد ما خلينا نقول هدأ ضجيج المعركة المباشرة أو المعارك المباشرة كنا مفكرين إنه رح نودع هذا الشكل الفج أو الصورة الواضحة للعنف، ولكن للأسف اكتشفنا إنه نحن عم نواجه تحدي جديد هو العنف اللي دخل بالثقافة أو العنف اللي بيكون موجود داخل البيوت أو جزء من منظومة التفكير. نحكي اليوم عن انتشار السلاح، نحكي اليوم عن ظروف الحرب، نحكي اليوم عن الوضع الاقتصادي الضاغط، نحكي اليوم عن خلينا نقول تراجع أو انهيار شبكات الحماية الاجتماعية في كتير أسباب. كيف تشوفوا اليوم الواقع السوري؟ خلونا نحط عن جد هذا السؤال قدامنا، هل نحن قدام أمام حالة العنف اليوم بسوريا؟ هل هو حالة وثقافة تجذر بسلوك السوريين أو صار جزء من الممارسات اليومية نتيجة الضغوط أو كل الأسباب اللي حكيناها؟ ولا نحن قدام اليوم عن جد ظواهر فردية كانت موجودة قبل الحرب، يعني الجرائم موجودة كانت قبل الحرب، كان موجود السرقة، كانت موجود التعنيف، كان موجود الأطفال بالشوارع كانت موجودين. شو اللي اختلف اليوم؟ الأعداد، شكل الظاهرة، تجذرة، ليش نحن قدامها ومين اليوم عم بيواجهها وكيف عم بيواجهها؟ بفتح الحوار لأي حدا حابب يداخل. ما رح ناخذ تعريف تقليدي من كل حدا، كل حدا حابب يعمل مداخلة يعرفنا على حاله قبل ما يحكي، اسمه إذا بيحب وكيف شو بيشتغل. أنا حنين أحمد، حركة البناء الوطني، منسقة مشروع الأربعاء. قبل ما أخذ مداخلات من الكل رح أكون عم نظم الدور وأخذ كل حدا حابب يحكي. سامر ضاحي وهو صحفي وكمان معنا بحركة البناء كان عم بيقول إنه عامل مجموعة إحصائيات على حالات العنف، أو خلينا هيك ناخذ، بدنا نبلش بقراءة الواقع مجموعة من الأرقام يلي هو مشتغل عليها، بعدين نكون عم باخذ المداخلات. بدي أرجع أذكر بالإحصائي اللي عملها موقع نيمبيو، لأنه صنفت سوريا على المؤشر الجرائم بالعالم عام 2019 على ترتيبها 118 عالميا. اللافت أنه ما أخذوا مؤشر العنف من ناحية عمليات القتل فقط، فاعتمدوا على عدة مؤشرات، ظروف المعيشة، مؤشرات الإسكان، الرعاية الصحية، حركة المرور،
والجريمة وحتى معدلات تلوث البيئة اللي عم تصير. بناء على هاي النقاط هن حطوا مؤشرون. فكان جماعة سوريا 63.59 نقطة، ثالثها الصومال، بعدين ليبيا. وهذا طبعا شيء ما بعرف إذا هو كويس ولا سيء، إنه إحنا ورانا دولتين فقط في العالم. لافت إنه حتى الحكومة هي بصورة ارتفاع مؤشرات العنف. فرئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق وليد عيدالي ب 23 حزيران بيصرح إنه إحنا بدمشق ارتفع معدلات الجريمة بشكل لافت، وعم يحلل الأسباب. فعم يقول أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات الجريمة إنه مثلا عنا تردي الوضع الاقتصادي، وكمان الوضع المعيشي اللي سببته الحرب، الحرب الاقتصادية والعقوبات على سوريا. لكن وعم يربط بعض الجرائم بالحالة السياسية والعقائدية. كشف انه عندنا جرائم جديدة على المجتمع السوري مثل التجار بالبشر والأعضاء البشرية وعزوة على ضعاف النفوس. ايضا من الجرائم اللي خلقتها الأزمة كانت جديدة على المجتمع السوري نقل الملكيات والعقارات. شفنا حالة نقل الملكيات، وهي موجودة اليوم بالمحاكم، في عمليات بيع بتتم بغياب صاحب الملك، وبعدين نقرأ عن حالات بيع وبأرقام فلكية كمان عم تصير. من ناحية العنفية، عمليات عسكرية، شاهد مناطق المصالحات للأسف كمان عم يصير فيها عمليات اغتيال بشكل لافت، خاصة بالجنوب السوري والغوطة الشرقية. بيدل هذا أنه عمليات المصالحة ما ناجحة كما يجب. التحدي الآخر كمان أنه ما عندنا أحصائيات دقيقة بالمناطق السورية اللي عم يتأثروا بمخلفات الحروب. يعني بين حين والآخر نسمع أنه عن أطفال عم يموتوا أو عم ينصابوا، خاصة بشمال شرق سوريا والمناطق اللي تحررت من داعش، وخاصة الأطفال. ويونسيف عنده برنامج للحماية من مخلفات الحروب، كما ما عندنا إحصائيات دقيقة لهذا الموضوع. اللي بدي أحكيه أنه رغم كل هاي الصورة الواضحة عند الحكومة لهي الأسباب، ما عندنا أي طرح لآلية المعالجة اللي هو لازم يتصدى له، لازم يكون شريك إلا فيه المجتمع المدني بشكل أساسي من خلال جمعياتكم ومن خلال جميع الناشطين. بتمنى نضوي عليه اليوم في جلستنا ويعطيكم العافية. هذا يعني حرب 10 سنين بأي بلد أكيد رح تكون نتيجة انفلات أخلاقي، زيادة جريمة إلى آخره. هلأ بدنا نحكي عن الجرائم اللي عم بتصير كانت الفترة الماضية. هنن إذا منطلع على أعمارهم للي ارتكبوا الجرائم، هنن ببداية الحرب كان أعمارهم 10 سنين أو 9 سنين أو 8 سنين، يعني أطفال بمعنى الكلمة. هدول الأطفال هنن شو شافوا؟ سواء بمناطقهم أو عن طريق التلفزيون أو عن طريق السماع، شافوا دم وقتل ودمار وخراب وقذائف وإلى آخره. بالإضافة لشغلة أنا دائما بحكيها، هذا الموضوع يعني ما كتير الناس بياخدوه بعين الاعتبار، بالإضافة للألعاب المنتشرة اللي هي ما عم بتعلم الأطفال غير على العنف. ما بعرف إذا سمعتوا بالجريمة صارت بفرنسا من فترة، عم بيصير في طريقة تفكير مش مختلفة عند الطفل لما عم بيلعب هاي الألعاب. هو ما عم بيكون مدرك للشي اللي عم بيعمله، لأنه بالألعاب ما بعرف إذا حدا فيكم راقب الأطفال وهنين عم بيلعبوا، بيرجع بيعيش اللي مات. فعم بيصير في حسيت استسهال في طريقة خطأ بعقله. يعني هو عم بيربى هاي الألعاب، عم بيلعبوها من عمرهم 3-4 سنين، عم بيربى على هذا الشيء. وبالإضافة طبعا هاي الألعاب موجودة قبل الحرب بزمان، بالإضافة اجتنا الحرب، هذا الطفل اللي عمره 8 سنين ربع على مدى 10 سنين على هذا الشيء، بالإضافة للممارسات اللي عم بمارسها ببيته من ألعاب وغيره، بالإضافة لما بعرف شو بيئته، هو أبوه بيعنف أمه، هو معتبر العنف شغلة طبيعية. فكان عنا نتيجة شباب هيك صارت طريقة تفكيرهم. فأنا ما فيني أقول أنه كان عنا جريمة، أكيد وبكل العالم في جريمة وبكل العالم في عنف، بس ما كان حدا فينا بيتخيل أنه نحنا يوصلوا شباب بهالأعمار يعملوا هيك شيء ببرودة الدم بدون إدراك. بالإضافة لشغلة كتير كتير مهمة وكمان أنا أكيدة منها من خلال عملي، أنه معظم الشباب عم بيكون متاح لإلهم التعاطي، سواء الحبوب
هلأ في أشياء ما كتير بتعمل شيء، بس في أشياء مدمرة لخلايا الدماغ. وأنا في ناس قراب مني حقيقة، يعني أولاد أصدقائي بسبب هاي الحبوب هن صار عندهم خلل حقيقي وما عادوا مدركين لشو بيعملوا. باللحظة اللي بيكونوا متعاطين فيها هذا الشيء هن بيفكروا حالهم قادرين يعملوا كل شيء، يعني ما 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 بقى بيصير في تصور للقدرة الحقيقية تبعيتهم، ومغيبين حقيقة بيصير في تغييب. ويمكن كمان اليوم يعني مو بس انه الشباب، يعني هي موجودة متاحة والاسعار رخيصة، يعني متاحة والاسعار رخيصة بأي مكان، يا عيني عليكي بالضبط. بالاضافة لانه في ناس عم بيوزعوها ببلاش اصلا، صح. فهي متاحة حتى ببلاش، فانا اجتماع هي الظروف اكيد رح يولد هي النتيجة عندي. طيب نحن شو عم نعمل لحتى نقدر يعني نكافح ونحد من هاي الجريمة، من هاي السلوك وهي الظاهرة؟ أنا برأيي بدها مجموعة جهود، يعني وما حدا أخذ دوره بكل صراحة، لا الدولة أخذ دورها، ولا المجتمع الأهلي أو المدني أخذ دوره، ولا الأهل أخذين دورهم، ولا الإعلام، ولا حدا أخذ دوره. أنا برأيي يعني أسباب مباشرة بصراحة للعنف كانت هي التفكك الأسري، يعني وحتى هدول الحالات اللي مؤخرا ظهروا حتلاقي انه الأرضية تبعهم الاجتماعية والأسرية مفككة 99%، اذا 95% لا 99% في تفكك أسري عن كل حالات العنف اللي عم يواجهها المجتمع. طبعا ما منغيب، طبعا زادت اكيد حالات التفكك الأسري بالحرب، في ظروف كتير ساعدت على انها ترتفع، خالي مرت أب، عم جوز أم، ولد مقلع، ولد عم يتعنف. طبعا العنف مو بس ضرب، في العنف أنواع، في العنف النفسي، يعني كمان حتى أثره كان أعلى بكتير من العنف الجسدي. في 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 مشكلة عند الأسرة بشكل عام بكل الفئات المجتمع عنا، حتى بالفئات اللي ما كانت متضررة بشكل كتير كبير ومباشر من الحرب، فكمان بتشوفي تفكك ضمن الأسرة نفسها. بس في نقطة هلأ، إذا نحكي على قصة العنف، العنف موجود بسوريا مثل ما حكوا الأستاذ والأستاذة هون، العنف موجود بسوريا من قبل، ما في شيء نحن عنا تغير. اللي تغير هي المعطيات تبع العنف، يلي هو أنت صار في عنا معطيات جديدة عم تخلي العنف يكون متوسع أكتر، ياخد شك أشكال مختلفة. هلأ بالنسبة هلأ ما عم تقسم بين عنف ممارس على الكبار وبين عنف ممارس على الأطفال. طيب هلأ بغض النظر عن دائرة العنف، أنا ما كتير مع، لأنه مو كل معنف أو مو كل معنف هو معنف، ولا كل حدا ما تعنف فهو ما ممكن يكون معنف. فالفكرة بس أنه نحن العنف موجود بمجتمعنا، ما فينا نخبي، موجود بمؤسسنا العسكرية، بمؤسسنا بالأمن الموجود حوالينا، بالمدرسة، من الأستاذ، من المدرس، من الأهل، فالعنف موجود وين ما كان، كل المفاصل. فما فينا نغط نظر ونقول لا، أو العنف هو العنف مو بس ظاهر، هو حالة ثقافة بالمجتمع السوري موجودة قبل، اتعزز أكتر بالحرب. الحرب إلى كتير معطيات زادت هذا الشيء أكتر سوء، يعني حتى وعنا طبعا نحكي على قصة دور الدولة والمجتمع المدني لأنه مهمش كتير أو ما أنا موجود أصلا، مش مهم هو أنا موجود. بس أنا بس بدي أضيف نقطة وكملينا الفكرة، إنه هلأ الفكرة أنت حكيتيها هي موجودة، ثقافة العنف بالمفاصل كلها ذكرتيها حتى قبل 2011 بعد 2011. بس أنا برجع بأكد على موضوع شبكات الحماية الاجتماعية اللي كانت موجودة واللي حكت عنها يعني بطريقة غير مباشرة، هي الأسرة بأضيق حالاتها، بس هي الحي والمدرسة والجامعة وكل، يعني قديش هاي الشبكات كانت تلعب دور بأنها تخفف، خلينا نقول وطأة هذا العنف اللي كان موجود بين المفاصل. لأنه بدنا نكون شوي واقعين، يعني قبل 2011 كان في عنف، ولكن بس كان في حالة يعني خلينا نقول مو أمان، أعمق شوي، يعني كان في ارتياح، مو هداك التشنج العنف فعلا. اليوم في طاقة عنف مرعبة فعلا بالمجتمع، بتلاحظيها إذا بتنزل من السرديس وتدقري حدا بتعليق على الفيسبوك، بتنفجر بوجهك الأمور. وهي أي الفكرة كنت عم بحكيها، هو العنف موجود بس تغيرت المعطيات تبعه، في عنا معطيات جديدة دخلت عليه، يعني وضع الاقتصادي، وضع الحرب، الضغوطات النفسية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع أكيد رح تتفاقم وتتفجر أكتر. هي عم أقول لك هي موجودة كانت بس هي تغيرت المعطيات تبعها اللي عم تزيدها أكتر. مثل ما قلتي ونحن حتى صرنا معرضين لعنف موجود نفسي ولفظي وغيره وغيره، بكل مطرح منكون فيه. طبعا هاي الدوائر توسعت، كان عنا دوائر معينة نتعرض فيها العنف، صار عنا دوائرنا توسعت أكتر، العنف دخل كل البيوت.
وطبعا مثل ما قلتي حتى من وقت النزوح وهيك طبعا هذا الشيء تفكك تفكك المجتمع اللي صار واللي تأثر على العائلات اكيد صار العنف اكبر وهذا الشيء موجود. بس الفكرة انه رح نحكي على موضوع دور المنظمات ودور المدارس ودور الدولة بهالقصة رح نحكي فيها بمطارح تانية هاليوم بالحوار. بس نتظلم ثابتين على فكرة انه العنف كان موجود بالمجتمع السوري وهو ثقافة موجودة. شوفي ان هي كانت بدوائر بس كانت بدوائر بس تغير شكل التعبير عنها تماما. بشكل عام مثل ما تفضلوا السيدات فكرة العنف هي قديمة قدم الأزل. يعني اللي اختلف من فترة 2000 لقبل 2011 لما بعد 2011 هي أسباب العنف. ظهرت أسباب جديدة للعنف كمان الظواهر. كان في عنا ظواهر جديدة للعنف بما يتعلق وأيضا كان في عنا نحن الجهات الفاعلة بالعنف. يعني صار عندنا أطراف جديدة بموضوع ما يتعلق بموضوع العنف. طبعا كلياتنا بنعرف موضوع العنف بينشأ من النواة اللي هي الأسرة للمجتمع المحلي بيتبع للمجتمع بشكل عام. بشكل عام يعني بس أنا حبيت شارككم شوية أفكار. أنا عملت دراسة كاملة عن هذا الموضوع من خلال النساء اللي كانوا يترددوا بشكل يومي. عملنا مثل المسح أنه نحن لنشوف شو هي أشكال العنف اللي ممكن تتعرض لها المرأة بحساب أنه نحن بنشوف أنه هي الفئة الهشة الأكثر مع النساء والأطفال وكبار السن وحتى أحيانا بيدخل موضوع المعاقين. وهلا يعني مثل ما قلت لكم نحن تطورت الجهات الفاعلة بموضوع العنف. صار في عنا رجال عم تتعنف وصار في عنا أطياف أخرى عم تتعنف بس نحن كنا مركزين بهذا المجال على الجهات الهشة يعني هي النساء الأطفال ذوي الإعاقة وحتى الكبار السن. فنحن لاحظنا أن الموضوع يبدأ من التربية والتنشئة. وأنا بس كنت بدي قبل أي شيء بس شارككم بمجموعة أرقام إذا سمحتوا لي. أكيد. بس عملت شيء هيك مثل المسح البسيط على أكثر من 600 امرأة لحتى بس استنبط شو هي حالات العنف اللي عم تتعرض للمرأة باعتبارها هي جزء من هذا المجتمع اللي عم بيشو خاصة خلال فترة الأزمة. طبعا مثل ما تفضلوا السيدات قبل انه العنف اختلف من ما قبل الازمه لما بعد الازمه ولكن الموضوع ما اختلف بموضوع النقصان ابدا. هو صار في عندنا شيء مثل التطور او شيء مثل انبثاق شيء كان موجود او مدفون اصلا لكن عمليه الازمه خلت الموضوع يتطور بشكل انه نحن نشوف هذا الموضوع من غير ضوابط من غير روابط من غير حتى سيطره القبضه الامنيه او السلطه القضائيه. بخلال الدراسات لاحظنا أنه النساء بتتعرض طبعا وكل هذا بنحكى من وجهة نظر السيدة المعنفة لأنه هي اللي بتعطينا المعلومة وفي معلومات ما بترضى تعطيها السيدة أبدا. يعني ممكن السيدة بتقلك أنه أنا أصلا ما بتعرض لعنف وهي بتتعرض لعنف كامل. فكان في عندنا 59% من الحالات اللي وردت هي عنف نفسي و14% هي حرمان الموارد 12.6% زواج قصري و8.3% عنف جسدي. والعنف الجنسي اللي هو العنف المخبأ أو المستور أو بتستحي السيدات تحكي عنه 6% والاغتصاب كان 1% مع العلم أنه ظاهرة الاغتصاب ظاهرة منتشرة وصارت الاغتصاب الزوجي هذا حدث ولا حرج لأنه السيدات أصلا ما بيعترفوا بهذا الموضوع. هي أصلا ما بتعترف ولا بتقنع حالها أنه هذا الموضوع اغتصاب زوجي. هي بتعتقد هي ما بتعرف تماما. من خلال إحدى السيدات اللي أنا سألتها مرة أنه أنت بتتعرضي للعنف قالت لي أبدا. قلت لها طيب أنت تنضربي قالت لي أبو كفين يعني هيك أنه. قالت لي طيب أنت لا بتجبري على المعاشرة الجنسية قالت لي. طيب انت بتاخدي مصروف قالت لي ولا بيعطيني ولا ليره. طيب شو ظل يعني هي عم تتعرض لكل درجات العنف بس هي اصلا ما انا عارفه. وغير هيك انه في عقليه ذكوريه للسيدات بتعتبر انه هذا الموضوع هو حق من حقوق الرجل وانه المراه المثاليه هي المراه اللي بتلتزم لهذا الامر. بالعكس حتى في صار في عنا نساء بتحابي العقل الذكوري وبتصير هي تعنف النساء الاخريات لحتى ترضي الذكر وتقول له شفت انا ما احسنني انا احسن من غيري من هذا النوع من النساء. لذلك هذا الموضوع بيضل تابع لموضوع التنشئة والتربية والوعي. ومشان هيك أنا كمان بدي أعطي كمان إذا سمحتوا لي مجموعة نقاط. يعني أنا مفشكل كتير بالورقة تبعي
كرمال ما انساها. اول شيء من خلال الدراسه اللي انا لاحظتها اذا بتسمحوا لي بالوقت هو التنشئه والتربيه. يعني دائما نحن دائما بننبش عن اصول العلاقه الاسريه بين كل الاطراف، من ماكل وملبس ومشرب وطريقة العلاقة وحتى الجنس خارج الإطار الزوجي أو داخل العلاقة الزوجية. كل هذا الموضوع بيأثر على علاقة الطفل مع الأسرة وبيأثر على النفس العدوانية اللي بتتكون عند الطفل مستقبله. يمكن الأستاذة هون تفضلت وقالت نقطة كتير كتير مهمة، وهي كانت يعني محور الدراسة إنه الأطفال اللي كانوا بال 2011 هلا هن الرجال وهن سيدات، هن عاصروا كل أنواع العنف اللي نحن عم نعيشه حاليا، وهن شافوا أنه هذا الموضوع يمكن شيء طبيعي أو يمكن هيك الدنيا عم تمشي أو هيك الوضع عم بيصير، فبالتالي صار في عندهم عدوانية أكثر يمكن من الجيل اللي كان سابقهم أكثر. بعدين لاحظنا أنه إحباط الناس كان له أكبر دور فعال بما يتعلق بموضوع العنف. برجع بأكد على موضوع اختلاف موازين القوى. اختلفت موازين القوى عما قبل 2011 لما بعد 2011، لأنه صار الأزعر والشخص اللي ما عنده مثلا قيم ومبادئ مجتمعية يمكن صار متفوق على آخرين، تماما متفوق على آخرين يمكن ماديا أو بالقوة أو، ونحن بنعرف تماما وهذا مقياس أنه مقياس القوة هو الذي يربط كل العلاقات بين الناس، سواء كانت قوة اقتصادية أو اجتماعية أو فكرية أو مادية أو أي شيء آخر. مقياس القوة هو اللي بيربط علاقتي مع الآخر. طب بس استفسار أستاذي كونه عم نحكي بالتفاصيل، هل هي الأسباب اللي حضرتك بلشت تذكريها هي زادت حالات العنف أو نسبة العنف، ولا بس غيرت لأنك ميزت بين هي، ولا بس غيرت أشكاله؟ لا، الفكرة الأساسية إنه موضوع العنف كان يعتبر كجذور أو جذوة بما قبل الأزمة. يعني الموضوع يمكن لسه ما أخذنا الأشياء الأكيدة، أنه يمكن كان هذا الموضوع من العنف هو موضوع كان موجود مسبقا، لكن عملية الأزمة فجرت هذا الموضوع وخلته يطلع على السطح، أو ممكن يكون أقل وهو زاد. نحن هذا المقياس فقط اللي اختلفنا عليه واللي ما بنعرف تماما هل هو الكم الهائل من العنف كان موجود وهو طلع عن طريق الأزمة ومع غياب الضوابط الاجتماعية والقانونية وما إلى هنالك، أم أنه هذا الموضوع ازداد مع الأزمة وازداد مع تشكل العنف وما إلى هنالك. هلأ الدراسات اللي عم نعملها أو الأشياء اللي عم نلاحظها بما يتعلق بهاي الحالات اللي عم تجينا، عم نشوف أنه نحن عم نكتشف أنواع جديدة من العنف. لكن وتيرة العنف هي في تصاعد، لكن في أنواع جديدة من العنف هي ما كانت أصلا موجودة بمجتمعنا السابق. كمان فينا نشوف أن المجتمع السوري أثبت فشله الفشل الكامل بما يتعلق بضبط الروابط والعلاقات الأسرية. يعني بما معنى أنه هل غياب راعي الأسرة أو رب الأسرة أدى هو السبب الأساسي بانحلال الروابط الأسرية، وشو كان دور راعي الأسرة وضابطها بهذا المجال؟ هل هو كان قامع هاي الأسرة فتفجر من خلال هذا القمع الحالة العدوانية عند الناس، وصارت هي بدها بس فترة الانفلات لحتى هي تعبر عن حالتها العدوانية اللي كانت تعيشها ضمن العلاقات الأسرية العنيفة، ولا بالعكس كان راعي الأسرة هو شايل كل شيء عن هاي الأسرة وبالتالي بعدين صارت الأسرة بحالة ضياع، فما كان يقدر العضو الأسرة أو الطفل اللي تربى بالأسرة يتفككت مثل ما تفضلت الأستاذة رشا وقالت أنه حنا نحن حالات فقدان الإبن أدى لصدمة للأب فساواء بشكل عدواني، وفقدان الأب والأم عمل كمان طفل عدواني. فحالات الموت المتكررة اللي عم بتصير بمجتمعنا السوري عم تعمل حالة من اليأس والإحباط اللي هي ما نعرفان الموضوع لوين بده يوصله. أنا بشوف أنه العنف هو جزء من الإنسان، يعني الإنسان يخلق ما نو ملاك كامل ولا نو شيطان كامل، لكن عملية التربية وعملية السلوك وعملية الحياة مع الآخر هي اللي بتضبط دوافعه وهي اللي بتضبط علاقاته. يمكن غياب الإعلام أو غياب التبليغ عن حالات العنف اللي كان يتعرضوا للنساء أو يتعرضوا للأطفال أو الاغتصاب ما كان فيه، يعني ما عنا نحن مبدأ الشكوى في حال تعرضت المرأة للعنف أو تعرض أي حدا للعنف. قبل الأزمة كان موجود العنف ولكن كان مهذب ومضبوط.
الأم بقلب البيت كانت، وأنا كنت لاحظة كتير بالشباب أو بالأطفال، الأم بالبيت ما كان عندها يلي بيقولوا لها أنه السماح أو مسمح لها توجه ابنها الشاب الذكر أنه مثلا ما بيصير هيك تعمل أو ما تعمل. هي في حال أنه كان عندها القدرة أو كانت مرباية وموجهة أنه أنت لازم توجهي ابنك وتربيه. التربية كانت أنه أنت لازم تكون تلحق الشيخ أو تلحق الشيخة تلحق الشيخة أو شيء. ما كان هي المرأة ما لها مرباية يعني نحن المرأة عنا ما لها مرباية بالبيت أنه أنت بدك تربي أولادك. فلذلك ياما كنا نشوف أطفال كانوا يتعدوا على أمهاتهم، لو كان عمره 10 سنين و 12 سنة يتعدى على أمه ويكبر معه كلام ويتعدى على أخته واللي هو اللي هو. وكنا عايشين بدائرة، كل منطقة مثلا ما تقولي غني وفقير، هذا الحكي عم بحكي على كل هذا. كنا عايشين بدائرة مثلا أنه أنا بستحي من جارتي ومن ابن عمتي ويعني العائلة والجيران والمعارف والرفقات هي بتضبط المجتمع بتضبط التهذيب. فلا كان في أخلاق عم بتوجهنا ولا كان في الدين قويم عم بيوجهنا، فكان أكتر شيء أنه عيب هلأ بيحكوا علينا يلي عم يعني نحن يعني الموجه تبعنا هو كان عيب هلأ بيحكوا علينا. اجت الأزمة يمكن هلأ أنت فتحتي حديث جديد كمان يمكن نضيفه اللي هو دور المؤسسة الدينية، يعني كونه في انتشار تماما المجتمع السوري هو تماما المجتمع جزء كبير منه متدين ومرتبط بالمؤسسة الدينية. بدنا نحكي اليوم على دور المؤسسة كتير الدينية مهم كمان اليوم، لأنه أنت مؤسسة سواء دينية بزيادة العمر أو بضبط العمر بدك تتحجبي وأنت كصبي بدك ما تخلي أختك تطلع أو أمك تطلع عم بين شعرها أو تحكي مع الشباب مدري شو. ما كان المؤسسة الدينية عم بتوجه ومشايخنا الله يسلمون عم بيوجهوا الأطفال لأنه أنتوا في شيء تهذيب وتربية غير الحجاب وغير. أنا بس بدي زيد نقطة كمان أنه مو تدقيقا على دور المؤسسة الدينية الإسلامية، كمان المؤسسة خلينا نقول الدينية المسيحية حتى إذا كان في عنا دول المؤسستين الواضحتين كمان يمكن كان في قصور بالدور أو يمكن كان يعني يمكن المجتمع الإسلامي لا بتتدخل ولا بتتدخل. مسؤول عن أمك وأختك هي التوجيه، عرفتي وين ما رحتي انت حتى بالكشاف المسيحي الوصاية انت والرجال انه انت والرجل أو صاحب العائله هو اللي يعني القامع الجميع. اجينا هلا صارت الازمه وصارت الحرب وتهجرت العالم وطلعت وانتشرت هالشيء اللي كان ضابطهم العائله وابن العم والجيران والمعارف مدري شو راح. فصار هالانفلات اللي عم تحكي حضرتك عليه اللي هو العنف الموجود فالعنف يعني ابدعوا بالعنف ابدعوا عفوا منك مو بس عنف عندك انت البنت يلي كانت تخاف من اخوها ومن ابوها وبل صار عندها الانفلات الفظيع يعني مقابل العنف كمان عند الشباب ولد انفلات صار عند البنات الانفلات الشديد يعني اكيد شفتي. فنحن عنا يعني عم نشوفه كل يوم بهالاساس عنا طبعا التهجير والجهل الحقيقي يعني ما تقولي متعلمة بيعرف يقرأ ويكتب معناتها هو الجهل هو انك تعرفي ان الغلط من الصح. بعدين الفقر طبعا يعني انا فقيرة شلون بدك تطلبي مني هلأ قل له ابني ما بيصير تعيط على ابن جيرانك ولا انت لا تضربي جارتك ولا انت لا فانا يعني مالي فاضي اصلا مالي ما عندي فكر واصلا انا مجوزيني عمري 12 سنة و 13 سنة 14 سنة بكون عندي 3 اولاد هاي شو بدها تربي. فكله يعني شو بدي لك دائرة كبيرة يعني وانتجت هالمجتمع بس صار انفجار يعني مثل كان عندنا العنف مسيطر عليه بس طوروه. شكرا كتير كتير مهم يعني أنا حابة بس وبحب كل مرة أكد عليه التلفزيون تبعنا الإعلام دور الإعلام المسلسلات المسلسلات أنا كنت عم راقب خلال عملي برمضان مع العائلات الفقيرة كلهم مهما كان وضعهم عم بيعدوا على التلفزيون عم بيتابعوا أقذر مسلسلات موجودة عم تنعرض كانوا هن عم بيتابعوها. في مسلسل أنا ما شفته بس حكولي عن قصته بشكل عام اسمه أولاد آدم مستحيل كنت فوت على بيت ما كانوا يعني هيك عم بيعدوا عليه. طلعت قصته إنه واحد قتال قتلة وحرامي ووحدة مدري شو يعني أقذر الأشكال عاملين آيدل وإنه هن هدول الأبطال المسلسل وإنه أنت لازم تكون مثلهم وحشاش يمكن البطل يمكن بحشش بيبيعه ما بعرف يعني المسلسل فايت 60 حيط يعني صار هو الأبطال تبع المسلسل آيدل. لا حتى العنف صار بالمسلسلات هو القيمة يعني شفنا الهيبة أو طبعا نحن هي
طبعا نحن انك انت لما بيقوم بيضرب البنت ولا بيقوم بيضرب اخته ولا مرته ولا امه هي طيب شعره هي صارت شيء طبيعي يعني ما في مسلسل كل حلقه لازم يكون في قتلين لمره يعني كتير كتير مهم الشيء اللي قالته بالنسبة للتلفزيون والمسلسلات. نحن قلنا هلأ إذا بتعدوا 25 سنة أو 30 سنة عم بنعرض على تلفزيوناتنا باب الحارة وما شابهها، فأنتم متصورين شو كم جيل خرج هذا المسلسل واللي مثله كم جيل، ولليوم ما تربينا، لليوم لسه في إنتاج لهي المسلسلات وبغزارة وبقوة وبنفس التفكير وبنفس الطريقة. بالإضافة بس بدي أحكي على شيء كمان حكيته الأستاذ اعتدال، كمان شيء كتير مهم. لما غاب رب الأسرة عن العيلة، هلأ هون مو أنه صار تفكك، صار أنه في عنا المرأة اللي هي كانت معتمدة ومتربية بمجتمعاتنا كل عمرها معتمدة على الزلمة، هو بيجيب المصروف على البيت وهو بيجيب الأغراض وهي بس بتطبخ، وهي فجأة لقيت حالة بمكان هي بدها تجيب مصاري، تبدلت الأدوار لأنه رب العيلة ما هو موجود، طلعت لبرا. هلأ هي منيحة أنه المرأة تطلع لبرا وتشتغل، بس هي ما نمكنة بالأصل ولا نمهيئة بالأصل، فهي طلعت وهي ما نمهيئة، فكانت عرضة للاستغلال، بالتالي هي عرضة لتكون ضحية. في حدا حكى عن جرائم الإتجار، هي عرضة لتكون ضحية لجرائم إتجار بمعنى الكلمة. وأنا كمان هي من الحالات اللي واجهناها، بياخدوها مثل ما هي، بيشغلوها بالدعارة، بيستغلوها أبشع استغلال بساعات العمل، يعني كل بنود جرائم الإتجار بتنطبق عليها. فصار عنا في كان جرائم إتجار بس كانت كتير محصورة قبل الحرب، بس كانت نحن بلدنا كانت مصنفة إن هي بلد عبور، ما كان عنا جريمة إتجار بمعنى الكلمة، كان تصنيفها دوليا هي بلد عبور. هلأ هي صارت لا، هي بلد يعني مصدر ومنشئ ومستورد عبور وكل شيء بدك إياه. وأساسا هلأ هذا الموضوع نقدر نتفهم دوافعه حاليا، ودائما كان الأربعاء هي مساحة لحتى نكون عم نعالج القضايا الراهنة، فبنقدر نشوف اليوم قديش الفيسبوك إلى حد ما ممتلئ بكثير من الأخبار عن الجرائم اللي عم بتصير كلياتها، وهي بشكل ما عنف، لكن هذا كان عم يقودني لسؤال أساسي أنه قديش أنا بقدر فرق ما بين العنف والجريمة، وهلأ منشوف يعني لاحقا كيف ممكن نقدر نتعاطى معهم كلياتهم. لنجيجي على العنوان الأساسي، إذا أنا عم بحكي على موضوع العنف، مبدئيا كلنا يعني قائم علينا العنف في مكان ما، نحن كنا معنفين، معنفين اقتصاديا بالواقع الحالي، معنفين اجتماعيا، معنفين سياسيا، وفينا نشوف حتى يعني مبارح كان شكل أشكال العنف في الانتخابات اللي صار. فنحن بالأساس نحن أشخاص قائم علينا العنف قبل ما نفوت بفرضية إذا نحن معنفين أو لا. اليوم الأزمة أكيد هي أزمة كانت عرت المجتمع السوري، كتير ناس نحن بنحكي هل العنف هو سبب الأزمة أم أنه كان موجود، يمكن من خلال كتير مشاهدات كنا عم نتابع من بداية الأزمة نشوف أنه لا، مجتمعنا السوري هو بس كانت الأزمة أجت كشفت وعرت هاي القصص اللي كانت متخبية. كمان الأزمة هي أوجدت أدوات عنف جديدة وأوجدت معنفين جدد، يعني لعيبة جداد فاتوا على هاي الساحة. بالمحصلة نحن عنا صار فينا نقول أنه توسعت مساحة التعنيف بشكل كتير كبير، لأنه الأزمة اليوم كان في كتير ناس هي خارج مساحة التعنيف، كان عندها مثل ما كانت عم تحكي حنين، كان عندها شبكات الحماية وشبكات الأمان الاجتماعي اللي كانت عم تسجل بشكل بآخر. الضرر الكبير اللي صاب هاي الشبكات هي أدى أنه مساحة التعنيف نحن عنا تتوسع بشكل كبير، وأيضا دخل عنا لعيب جداد قائمين على العنف جديدين. فهذا هو مشهد العنف نقدر إذا بدنا نوصفه سوريا. وصلنا لما يسمى نحن متوالي تصدير العنف، يمكن كلياتكم كنتوا عم تحكوا بنفس الافكار. اليوم انا عم يقع علي العنف وبنفس الوقت عم صدره بالمنزل، عم صدره بمساحات تاثيري، وبالتالي دخلنا بمتوالي تصدير عنف جدا رهيب، واضح انه ما راح نقدر نطلع بيناتها. هذا الموضوع كان عم يكون نوع من اعاده الاعتبار، مثل ما كمان كثير منكم كان عم يحكي. نحن اليوم بنشوف بما انه انا العنف عم يقع علي، فبالتالي تصديري لهي الازمه او تصديري للعنف هو شكل إشكال إعادة الاعتبار. اليوم نحن أمام جيل معنف وجيل عنيف أساساً، وبالتالي يعني نقدر نقول صارت العنف بحد ذاته صار ثقافة مجتمعية رجعت تكرست بشكل أساسي بالمجتمع السوري. كنا عم نحكي اليوم على حالة فرز مجتمعي ما بين المعنف والمعنف،
بنقدر نشوفها بيعطي اعتبار كتير كبير للمعنف، وممكن يعتبروه أيضا مثل ما تفضلتي بالوقت اللي نحن بنشوف القائم عليه العنف أو المعنف هو شخص يعني درجة تانية. اليوم ايضا غياب، بنحكي كنا نحن عن شبكات الحمايه المجتمعيه، غيابه وغياب المعيل، زياده نسبه الاعاله. نحن عم نحكي بالاسر السوريه صار في نسب اعاله جديده كثير، عم نحكي عن فقدان المعيل او عن الاصابه او عن الاعاقه وكل ما هنالك. هي ايضا بتخلي هذا الشخص بحد ذاته هو صار مثل بؤره عنف، لانه هو ما بيلاقي غير هاي الوسيله لحتى يتفشش او يعبر عن الناس. هذا فيما يتعلق بموضوع يعني العنف، ويمكن كنت عم لخص كثير من افكار. إذا بدنا نجي اليوم على الجريمة اللي هي أكثر مساحة موجودة على وسائل التواصل، ونحن منشوفها اللي عم نشوفه نحن على وسائل التواصل من جرائم، هي جرائم، هو أكيد عنف، ولكن هي بحد ذاتها جريمة. اليوم بدنا نجي بقى بدنا نحكي عنها، بدنا نجي نكون عم نشوف إنه شو هي أسباب الجريمة. يعني أساتذة محامين هون نحن ما راح نفوت باختصاصهم، لكن إذا اليوم أنا بدي أحكي عنها تماماً وبدي أفصلها في ثلاث أسباب أساسية لحتى يكون في أنت عندك جريمة. أول شيء سهولة الوصول إلى أدوات الجريمة، ونحن هذا الموضوع صار بشكل أساسي عندنا موجود. اليوم السلاح منتشر بشكل كتير كبير، خسرنا لما الناس كانت عم ترجع ما كان عندنا برامج إعادة إدماج المسلحين بمجتمعاتهم. كل دول العالم اللي تعرضت لأزمات كان عندها هاي البرامج التأهيل وإعادة إدماج، نحن هاي خسرناها، وكان أقل يعني أكثر شيء عم نعطيه قرض أو عم نرجعه على العمل، لكن أنت عم ترجعه كنت بنفس شخصيته، وكان من الصعوبة بمكان أنه شخص كان مستلم حاجز يرجع يصير موظف، هاي ما كنا عم نقدر نفهم هذا الموضوع. فإذا احنا بس عمليا غيرنا له مساحة العنف وغيرنا له الأدوات إلى حد ما، لأن الشخصية ظلت هي نفسها، لا وأدواته ظلت معه، وبالتالي سهولة الوصول. اليوم توقع التفلت من الغياب من العقاب، وهذا كمان مو بس على الجريمة، أيضا أنا عم بحكي عن العنف. يعني توقع التفلت من العقاب له علاقة بضعف الدولة. اليوم ما حدا بيجي بيعمل الجريمة إلا هو عنده قناعة لأنه هو رح ينفذ القصة، رح ينفذ لأنه عنده شبكة علاقاته وعنده شبكة هيك وعنده أمثلة. يعني اليوم الوضع بحد ذاته بيطرح له أنه لا يستدعي في حدا إلا ما كان هو عنده إمكانية التفلت من العقاب. وصلنا لمرحلة أن ارتكاب الجريمة بسوريا أنه كانت عم تكون الجريمة جهارا، يعني هو اليوم ما عم يتخبى، يعني عم يمارسها، وهذا شفناها بأكثر من مدينة أنه هو معروف من الجاني، لكن يعني عم يمارسها وهو عم يعرف حاله أنه ممكن أنه يتفلت من العقاب. غياب الردع، حتى الآن كانت في مطالبات كتير بإنزال عقوبات أو لمنالك، وما كان في إلى هذا الصدى الكتير كبير، وبالتالي هدول ثلاث أسباب بيخلوا اليوم ما بس بدنا نحكي عن الجريمة عن العنف بسوريا، خلينا نشوف أن ارتفاع مستويات الجريمة بشكل كتير كبير غير عن العنف. هلا كل هذا لما بلشت أنا بوسائل التواصل الاجتماعي بدي أختم فيهم. اليوم كيف التفاعل عم بيكون على وسائل التواصل الاجتماعي؟ صراحة اليوم الناس عم تتفاعل مع الجريمة أكثر ما عم تتفاعل عن العنف. يعني بالوقت اللي أنا في عندي تجريم كتير كبير للي عم يعملوا الجريمة أو للمجرمين، ما بلاقي في نفس هذا الموضوع على مثلا القائمين بالعنف، وهنم في كتير منهم معروفين. يعني نحن اليوم عم نقول أنه نحن عندنا شكل أشكال العنف الاقتصادي الاجتماعي السياسي، ما بنلاقي على صفحات التواصل هذا الصدى. نحن دائما نتفاعل مع حالة الجريمة ونقعد منطالب بالعقاب، ولما هنالك ما بنلاقي نفس التفاعل على حالة العنف، إلا اللهم حالة واحدة ممكن تلاقي إلى مساحة، لأنه في منظمات تشتغل هذا الموضوع، هو العنف القائم على المرأة، أما ما عدا ذلك ما بنلاقي هذا الموضوع. بدي أذكر يعني مثل إحصائية هي كانت موجودة بس مش متذكرة بأي سنة، بس قبل 2011، بما أنه بعد 2011 مع دولة ثالثة على صعيد جرائم الشرف بسنة من السنين قبل 2011، بظن 2009 يمكن، بعد اليمن وبعد مصر بعدين يمن، كانت أول دولة اليمن. الأردن كانت، لا كانت أقل من سوريا، سوريا كانت أكثر، تصنفت الثالثة. اللي بدي أقوله بهاي الفكرة، ومع هيك كان يقال ضمن هيدا التقرير اللي صدر عنه هاي المعلومات إنه هاي مو كل الجرائم اللي هي، يعني هاي الجرائم اللي بس تخبر عنه، أغلب الجرائم اللي صارت هي كانت المرأة بعد فحصها عم بتكون فيها عذراء، يعني اتهامها حتى باطل. اللي يعني الفكرة إنه هي هاي الجرائم موجودة من زمان، من قبل ما حتى يصير هيدا العنف بهيدا الطريقة الظاهرة والواضحة. يعني لما عم تتصنف سوريا بهاي المرتبة مقارنة بالدول العربية، فمعناتها في مشكلة حقيقية ضمن المنزل كانت. مشان هيك بدي أحكي عن فكرة التفكك الأسري.
يمكن يعني إذا منرجع منشوف كيف كانت الأسر مكونة بسوريا كيف خصوصية كل منطقة خلينا نقول، فمن الأول نحن عندنا الأسرة هي ما أنا أسرة متماسكة، إنما هي مبنية على معنف ومعنفة وأطفال معنفين. يعني المرأة هي كان عندها طريقة وحيدة للحياة بأغلب المناطق، هي عندها أنه تكبر تتزوج وتجيب أولاد، هيدا مسار حياتها. ممكن تتعلم طبعا، نحن كمان بحسب إحصائيات بال2010 بتقول أنه نسبة النساء اللي هن بيفوتوا على المدارس الثانوية هن بصيروا كتير أقل من اللي بيكونوا بالمدارس الإعدادية والابتدائية. فكل هيدا الشيء كان عم بيأثر معناته حقيقة على الأسرة، يعني على المجال الخاص لحياة هيدول الأشخاص. الشيء اللي كتير مهم أنه ليش ما عم يطلع كان هذا الشيء لبرا؟ مبدئيا لأنه ما في ولا شيء قانون عنف أسري بسوريا، هيدا الشيء ما نوجد ولا مرة، ولا في أي مواد قانونية. طبعا هلأ أساتذة هون بيساعدونا، ما في أي مواد قانونية بتحكي عن العنف داخل الأسرة، فهن برأيهم كل شيء عم بصير بين أربع حيطان هيدا ما دخله بالمجتمع، هو في يضربه في يقتله. بهيدا المثال البسيط فينا نبدأ ونشوف قديه الأسر هي كانت مفككة من قبل. يعني هي كانت كمنظر هي يمكن جيدة، أوكي ناس عايشين مع بعض، بس أنا ببساطة هي ما عندها خيار تاني، ما في وين بدها تروح. يعني هي بدها تروح تشتكي للشرطة، فهي بتنقتل قبل ما تروح تشتكي للشرطة. بعدين حتى الشرطة وحتى جهاز الأمن وحتى هيك هي ما هن غير ناس غير متعاونين، هن ناس غير قادرين على يعني غير مدربين على هاي القصص. ما في شيء اسمه خط ساخن، ما في أي قوانين بتخص المرأة. في مادة واحدة بالدستور بتحكي عن دعم المرأة، هي المادة 23، وهي مادة غير كافية، مادة عامة ما بتبين ولا بتوضح ولا فكرة. اللي بدي أوصل له بما يخص هذا الموضوع، فطبيعي هيدا التفكك، هيدا الشيء هلا يصير طبيعي، هاي المظاهر هلا تطلع، لانه هي بالنهايه المراه ما كانت من البدايه وضعها جيد او هي مرتاحه، او حتى الاسره بحد ذاتها بتكوينها هي كانت يعني مفككه بس بطريقه غير واضحه. ريهام، سؤال اخير يمكن قبل ما تختمي، انت اليوم بتقولي انه هي اسباب، يعني خلينا يمكن هو التوصيف مو مفككه، مبنيه على العنف في الاسره كانت، ممكن هي مترابطه بس مبنيه يعني العقل، يعني نحن شايفينها من برا، يعني شايفينها من برا هي اسره وضعها طبيعي. السؤال هو بس حنين، بس بدي ممكن بس كنت بدي احكي شغله بعد. انا يعني ما كنت بدي خصص كل الحديث بس مشان العنف ضد المراه او هيدا الموضوع خاصه. أوكي. اليوم انت هذا الحديث اللي عم بتقولي، هل هو يفجر كمان العنف حتى عند الاطفال ولا لا؟ انت اليوم عم بتقولي انه هذا يعني العنف اتجاه النساء او اتجاه السيدات وكان موجود قبل الحرب وبعد الحرب لانه هيك، بس لا ولا لا بتقولي انه كمان العنف اتجاه الام او الاخت او الزوجه هو كمان ولد اطفال عنيفين؟ يعني ما كان الأثر بس عن النساء. هلا طبعا يعني مثل ما كانوا عم يقولوا هو سلسلة، هو كان ممكن يفش خلقه فيها فهي تفش خلقه بالولاد، لأنه هيدا ميزان القوة بالنهاية، هي بتعرف حالها أنه أنا قادرة على أولادي، هو قادر علي، وهو بيطلع برا بيرجع بيتعنف من أشخاص تانين. يعني هي هاي الدائرة تماما، فهن بيغزوا بعضهم. يعني يمكن منشوفها حتى في حلقة ببقاء الضوء، بتشوفي كيف مثلاً الرتبة الأعلى هي بتهزق اللي قبلها وهكذا لحتى توصل إلى آخر شيء. بدي انتقل على موضوع تاني واللي هو موضوع نحن كسوريين شو كان وضعنا. بفترة من الفترات كان في جلسة عن خطاب الكراهية كنا عم نحكي فيها، فأنه هو من وين انولد. للصراحة هيدا العنف اللي هلأ موجود، يعني أنا بحس هو مثل ما هلأ من شوي قالت مروة، هو كتير طبيعي لأنه هو كان موجود أصلا. نحن كنا عايشين بمحافظاتنا بالغالب، مش رح عمم، لكن بالغالب ما بنعرف بعض، ما قدرانين نوصل لبعض، مو قدرانين لأنه يعني ما في هيدا الثقافة تبع أنه نحن عادي نطلع نروح على أي محافظة. كل محافظة بالغالب كانوا الأشخاص هن عايشين فيها، عايشين بهذا المكان، ما كثير يتقبلوا من الأشخاص التانيين يجوا لعندهم، ما بيعرفوا. يعني هي المشكلة أنه ما بيعرفوا. كان في كثير سؤال يقولوا أنه أكثر شيء عيب أنك تسأل حدا عن دينه. ما بعرف ليش عيب بيسأل الثاني عن دينه، ما هو الدين هو جزء من ثقافة حياة كل شخص عنا، لأنه نحن عنا يعني الدين هو يعني هو مو بس دين كروحانية، نحن عنا الدين هو بينطبق عليه موضوع مثلا العادات أوقات أفكار تماما، يعني كل الصبغة الثقافية هي عم تنطبق. فهيدا الشيء نحن كنا ممنوعين نحكي فيه،
بالغالب مجتمعيا يعني. وبنفس الوقت يعني منهجيا وقانونيا وسياسيا ما كان في هيدا التوجه لانه العالم تختلط ببعضه، فبتحس كل حدا كان منطوي بمكانه. كمان بتقولي انه هذا جزء من اسباب العنف اللي تماما انه ما بنعرف بعضنا تمام، وعدم توزيع الموارد. هيدا الشيء ضيفي عليه انه هو ما كان موزع الموارد بشكل متناسب. كلنا بنعرف قد ايه المدن كان وضعه بيختلف عن الريف، والفوقية اللي بيتصرفوا معه الأشخاص كمان مو للتعميم أبدا هيدا الحديث، لكن يعني هيدا ملاحظ أدي الأشخاص اللي من المدينة كانوا يتعاملوا بفوقية مع الأشخاص اللي من الريف. هيدا كله مشكلة، والمشكلة الأكبر مثل ما عم لك هي بالموارد طبعا، هي اللي ولدت كل هذا الشيء، لأنه لما بينعطى لمدينة كتير موارد زيادة والأرياف ما بيتم الاهتمام فيها، والمركزية اللي كانت يعني كل هيدا أثر بأنه هيدا الشغلات تطلع لوين بدها تروح. أنا برأيي يعني تداخلا على هالكلمة أنه لازم المنظمات تتدخل حاليا بالريف، لأنه هي أقل خدمات، هي أقل وعي، هي أقل بكل شيء حاليا من المدينة، وهذا شيء ظاهر وما فينا ننكره، وما فينا نقول أنه هن ما لازم يفوتوا تواصل اجتماعي لأقل معرفة. هون أنا بحد ذاتها في مشكلة لما يكون أنا شايف الريف هو أقل معرفة وهو أقل وصول لخدمات من غيره، فهو ما من حقه يفوت تواصل اجتماعي. بيؤدي لعنف، لأن أنا لما أنا ما أكون عم باخد حقي كتعليم، ما أكون عم باخد حقي كخدمات، أنا بصير إنسان بدي دافع، بصير بحالة هجوم. مثل خلينا ناخد مثال كتير صغير، لما هلا أي حدا فينا حاسس عنده نقاش أو مداخلة بده يحكيها، لا شعوريا عم نحس أنه أحيانا هيك عم تتداخل الأصوات عم بحركة جسمي بالطريقة اللي بدي داخل فيها، عم كون هجومي. ما معناته لأني أنا عم تعنف، لا، بس لا شعوريا أنا عندي شيء بدي أخده بدي أقدمه أحصل عليه وما عم بقدر. فهذا أكيد سبب وما فينا أبدا نتجاهل، وبالعكس بأكد ضروري هلأ دور المنظمات، لأن إحنا كل ما عم نتعمق بالأرياف عم نكتشف فيه مشاكل وظواهر ما كنا بنعرف في وجودها، حتى ما كنا بنعرف إنه بالأرياف هالقد في هاي المشكلة والفجوة خليني أقول بين الريف والمدينة. عم نتفاجأ تحول هذا العنف لجريمة، هو يعني اللي فيني أخده من مداخلات الجميع أنه هي حالة النقمة إذا بدنا نسميها باسمها أو التشفي يلي عم نكون نتيجة الفجوات التنموية السابقة، نتيجة المشاكل الجندرية اللي كنا عم نعانيها. فإذا تماما هي مشكلة نقمة وتشفي. هلأ لحتى نقدر نفوت على المحور الثاني اللي هو الحلول ودور المجتمع المدني وسواها، طيب وين كان التركيز على المجرمين، على الفاعلين الجنات اذا بدنا نسميهم بهاي الحاله؟ يعني خلينا ما كثير نفكر بالعنف بنفسه لانه نحن مجمعين على انه هو موجود سابقا، ولكن حاله الانفجار تحوله الى جريمه، هي المرحله، هي الوصله كيف عم تصير؟ وين اللي عم يكون هذا السهم اللي فينا نحطه مباشره على هاي الحاله؟ وكيف ممكن انه الدعم النفسي الاجتماعي او سواه او القانون او غيره يروح بشكل مباشر على الجاني وليس فقط على الضحيه؟ هلا في تعقيب صغير بس على الشيء اللي حكيته الأنسة اعتداد عن موضوع العنف، هل هو متأصل بالإنسان أو لا؟ هلا هني عندنا كتير خلط بين العنف وبين العدوان أو العمل العدواني. هلا العمل العدواني نحن بطبيعتنا كبشر كلياتنا عدوانيين، هي بتجي كردود أفعال، بينما العنف هو شيء متطور عن العدواني. يعني هلا مثل ما حكيت الأنسة رهف من شوي، أنا ردود فعلي الطبيعية تمام ممكن تكون عدوانية لأنه صار في مقاطعات لأغلب حدا، أغلب الأشخاص اللي هن عم يداخلوا، هذا عمل عدواني ليس عمل عنيف. العمل العنيف هو شيء متطور عن الشيء العدواني، يعني العمل العدواني المتأصل للإنسان بيتطور لعنف. طيب في شو هو العنف؟ طيب معلي كل الناس عم تحكي عن العنف بشكل عام، طيب شو هو العنف؟ معلي يعني تمام، طيب شو هو العنف؟ هلا بتقرير لمنظمة الصحة العالمية بال 2003 صنفت العنف ضمن ثلاث أصناف: العنف الذاتي، العنف بالعلاقات الشخصية، والعنف الجماعي اللي بيمارس من قبل دولة أو من قبل جماعات دينية ضد جماعات دينية أخرى أو هيدا العنف الجماعي. طيب شو هو العنف كتعريف؟ أغلب منظمات حقوق الطفل عرفته على أنه هو أي عمل بيتم ضد إرادة شخص آخر، ممكن يكون نفسي، ممكن يكون جسدي، ممكن يكون جنسي تماما، هي كاختصار ممكن يكون اقتصادي، ممكن يكون جنسي، ما بعرف إذا حكيت هي كتعريف للعنف بشكل عام. في شغلة كمان بدي أحكيها
انه شو اسباب العنف. هلا العنف مثل ما الكل حكوا متجذر بمجتمعنا قبل 2011 وبعد 2011. طيب شو صار بعد 2011؟ اللي صار هي مثل ما حكيت كمان رنا، الشيء اللي صار بعد 2011 هو الحرب، زادت المعطيات، وخليني اقول العوامل المؤثره بالعنف، زادت اثر العنف وزادت نتائجها. لهيك هلا عم نشوف بعد الحرب او بعد 9 سنين 10 سنين من الحرب زادت كثير الاشكال او حده العنف. صرنا نشوف جرائم، مو بس عنف نفسي او عنف شخصي، صرنا نشوف جرائم وعنف جسدي ايضا. يمكن كمان بدنا نميز بين لما عم نحكي عن العنف ما قبل الحرب كان عنف سلوكي، يعني عمليا بيجي هيك سوفت، هلا صاير منظم ومباشر ومقصود وعن عمد وعن ايه تمام، يعني هو تمام. يعني صار ممارسته منظمه اكثر، يعني انا بمارسه لمارس العنف بقصد ممارسه العنف، هي حال تماما، يعني حاله خطيره فعلا، يعني انه يتحول ل مو سلوك صار اداء، يعني تماما هون نجي على الجواب على سؤال اللي طرحتوه انتم بالورقه او بالصوره اللي بعتوه، هل هو حاله ام ظاهره؟ انا بقول لك هو حاله مو من هلا، هو حالة من ثقافة المجتمع، خليني أقول لك الدينية، أنا آسف إذا يمكن كلامي يكون شوي دقيق. ثقافة مجتمعنا ككل، كدين مسيحي ولا دين إسلامي، هي ثقافة دينية تعتمد على الدين اللي بيولد عادات وتقاليد، وهذا أحد أهم أسباب العنف بشكل عام. يعني التنوع حلو، بس الثقافة الدينية عم تكرس عدم التنوع او رفض الاخر، مثل يمكن الانسه هون حكيت انه عدم خليني اقول لك تقبل الاخر، او عدم ما كان في هذا التنوع قبل الحرب، والحرب عملت هذا الاختلاط وما كنا متعودين عليه. طيب شو اسباب العنف؟ طب انت اليوم بس ربطا بفكره التدين، المؤسسه الدينيه اليوم لها مسؤوليه بهذا الموضوع؟ كشو بتشوف هي من المسببين؟ يعني هي كانت ما عم تلعب دور الصح، ولا كان عم تلعب لا دور سلبي مثلا، كونه انت حكيت انه كانت قبل 2011 او هلا المؤسسات الدينيه من الاساس مؤسسه على انه تنشر ثقافه الدين. هلا اذا بدك تحكي مو انك تكون انت ضد الدين الاخر، تمام، فرق. يعني انا لما بكون في مؤسسه دينيه سواء مسيحيه ولا اسلام ولا شو ما كان، فواجب المؤسسه الدينيه تعلم الناس جوهر الدين والقيم والاخلاق تبعه، بس مو من واجبها تعلمهم يرفض الاخر. إذا بس تماما استاذة، يعني عفوا انا محجبة وملتزمة بالعفوية عادي كل البلد، انا بعمل مسرح وهذا الكلام بالبلد. اذا بس بنفكر بهذا الموضوع، قصدك جديد بعد 2011 ولا؟ يعني حكى فيه كثير طريقية، لكن قبل منها قبل ما سمعنا هلا في كذا نقطة حسيت بدي أحكي عنهم. أول نقطة علي صوتي، هلا أول نقطة كثير عم بينحكى إنه كان في عنف قبل 2011 أو لا، بعتقد هون في نقطتين لازم نفكر فيهم. أول شيء إنه قديش كان ينحكى عن العنف بالإعلام قبل 2011، وموضوع السوشيال ميديا، لأنه كمان الحرب تزامنت مع السوشيال ميديا. السوشيال ميديا سمحت لنا نعرف أكثر عن العنف، وهي بنفس الوقت زادت العنف، فهدول نقطتين كثير مهم نفكر فيهم. من أسباب العنف اللي أنا حاسة ما كتير نحكى عنها هن سببين، أول شيء الإعلام، وما عم بحكي هون عن الدراما والتلفزيون، عم بحكي عن الإعلام بحد ذاته، وخاصة الإعلام السوري المحلي اللي أنا بلاقي هو كتير لعب دور بالعنف، وكان متخذ بكتير مواقف خطاب كراهية وخطاب عنف وخطاب إقصاء آخر، وبنفس الوقت هو كان عم بيمر في شغلات يمكن كانوا الإعلاميين عم بيعتبروها كتير عفوية. يعني أنا لما أكون مثلا بالسيارة وبسمع على الراديو ببرنامج حواري عادي، المذيعة عم تقول للمذيع أنا هلأ قصفت لك الجبهة أو تم قصف الجبهة، هذا مثال كتير صغير، يعني عن أنه هي مصطلحات كتير صغيرة هي عم تتمرق بالبرامج الإذاعية اليومية أو بالبرامج التلفزيونية. بنفس الوقت نحن كتير كان في حالة إقصاء للآخر ببرامجنا بأخبارنا بكتير شغلات، فهذا أكيد هو من أحد أسباب العنف. السبب الثاني اللي أنا بلاقيه كمان هو نحن مجتمعنا صار مجتمع معسكر وما أنا مجتمع مدني، هو مجتمع عسكري أغلب ظواهره، وهذا الشيء أكيد بيولد عنف وبيخلي في عنف. يعني أنا بسمع مثلاً سمات العنف أصلاً، تمام، هلأ أنا بسمع مثلاً من أولاد صغار بالعائلة عنا أنه أنا بدي أصير جندي مشان أحمل بارودة وأقتل، بغض النظر عن نحن موقفنا من الجندي اللي هو عم بيحمل بارودة ويقتل مع أي طرف وشو أسبابه، بس هذا الشيء هو صار متجذر عند الأطفال، هن هذا الشيء اللي عم بيشوفوه بكل مكان. الشيء العسكري، اللباس العسكري اللي منتشر بكل مكان، الألوان العسكرية، كل شيء حولنا أنا بحسه، خاصة بدمشق يمكن أكثر من غير مدن. يعني أنا مثلاً بطلع غير مدن ما بلاقي هاي المظاهر العسكرية الحادة،
بس بدمشق بالذات عم بحس في كتير مظاهر عسكرية، المجتمع عم بحسه كله أخذ هاي الصبغة، صار قاسي. هلأ طبيعي يمكن، بس صار مجتمعنا كتير قاسي، وهو هذا الشيء عم بيخلي في قسوة أكيد عند الجيل الجديد. يعني أنا بوافق يمكن حضرتك حكيتي إنه إحنا قدام كارثة، لأنه فعلا هذا الجيل الجديد اللي هلأ عم بيربى هو كارثة. بعطي بس مثال صغير، إنه أنا يعني عندي أختين، أخت عايشة بسوريا وأخت عايشة برا. لما اجتمعنا السنة الماضية لأول مرة من سنين كتير طويلة، صار فرصة وقدرنا نجتمع بعد سنين، أنا بس لاحظت الفرق الكتير صغير بين ابن أختي اللي هون بين ابن أختي اللي هنيك، اللي هن تقريبا نفس العمر، بس هداك صار له 6 سنين عايش برا، هن بالعشر سنين تقريبا عم بيربى بمدارس برا وعم بياخد تعليم وثقافة مجتمع مختلفة. والولد اللي هون اللي ربيان، اللي هو فيني أقول إنه إحنا عم نحاول نوفر له أحسن بيئة ممكنة بعيدة عن العنف، بس هو كتير أنا لاحظت إنه ولد عنيف. واللي لاحظته إنه هن بعد 3 أيام من الاختلاط مع بعض، للأسف ابن أختي اللي برا بلش يلعب ألعاب العنيفة اللي عم بيلعبها الولد اللي ربيان بسوريا. ففينا يعني هذا المثال البسيط بخلينا نشوف قديش هذا المجتمع ومن المظاهر اللي عم بيشوفها كل يوم حواليه هو رايح المدرسة وبكل مكان. زينة، كونك بس فتحتي موضوع الإعلام، حابة أسألك سؤال. يعني حتى كصحفية اليوم، يعني نحكى عن الدراما، نحكى عن دور الإعلام، نحكى هلأ برا بالمجتمعات اللي إذا إحنا صنفنا إنه برا هو مجتمعات أقل عنفا، في أفلام، يعني عدد الأفلام أصلاً العنفية هائل، عدد المسلسلات فيه عنف هائل، بس في حماية للمجتمع فعلا اليوم. شو لما بنقول دور الاعلام، هل احنا بنوقف انتاج الدراما العنيفه؟ انه لا، يعني الدراما موجوده وين من كان، والعنف فيها موجود، يعني هذا نوع حتى مطلوب من هي. ولكن اليوم عن جد شو دور الاعلام الحقيقي اذا كنا عم نحكي عن دوره في خلينا نقول مقاومه العنف، رفض العنف، مو نشر ثقافه؟ تمام. هلا مثل ما قلت هي شغله مطلوبه، يعني نحن من اول الدروس بنتعلمها بالجامعه بالاعلام انه احد قيم الاخبار هي الصراع، يعني الخبر اللي فيه صراع هو اللي بيجذب، والخبر الحباب واللطيف والانساني ما بيجذب حدا. فهذا الشيء طبعا مطلوب، بس بالمقابل ما في، يعني لازم يكون في محتوى لا عنفي اكيد عم بيشغل عليه بطريقه صح. وانا ما عم لاقي هذا الشيء كثير موجود، عم لاقي انه المحتوى العنفي دائما عم بتكرس، عم لاقي انه في مفردات وطريقه خطاب غلط عم تتكرس بطريقه دائما، يعني بطريقه اليوم هذا الشيء. هلا دور كتير، يعني اذا بدك تحكي هو دور مؤسسات اعلاميه، دور قانون، لانه كمان ما في عندنا قانون، سواء عم نحكي على قانون بيحكم الاعلام بيستخدم لشيء ثاني. ما عندك انت مثلا مدونه سلوك الاعلاميين يوقعوا عليه ويكونوا فهمانين صح. وانا ما بس بحط الحق على الاعلاميين، بحط الحق على رئاسات التحرير والادارات، هي الاهم. لانه نحن من فتره شهور، يعني كان باول سنه كان في جلسه حواريه بين اعلاميين، ونحكى كثير عن موضوع خطاب الكراهيه. اللي بتلاحظي انه الاعلاميين يعني هم في منهم ما عندهم، يعني بدي اقول لك، معرفه انه هذا الشيء عم بيكون غلط. فهو ما في فرص تدريبيه، ما في سياسات تحريرية صح، ما في مدونة سلوك يعرفوا فيها الإعلاميين إنه نحن هون عم نتكب غلط أو هون عم نتكب صح. فهو موضوع متكامل، يعني عم تحكي من أعلى المستويات لأخفض المستويات. إذا عم تحكي بس كإعلام، عم تحكي بشي تاني، ما يعني القانون ما له دور. نحن للأسف قانون أبدا ما له فعال برا، أكيد في دور للقانون أكثر بكثير من هون. برا في عقد اجتماعي واضح ومحدد، والناس كلها بتعرفه أكثر من هون. فهي يعني دائرة متكاملة. هو بالواقع أنا في نقطتين بدي أحكي عنه. كل الأسباب اللي حكيتوها حول موضوع العنف الأسري وأشكال العنف وتعريف العنف، أنا متفقة معكم بشكل أو بآخر، بشكل أنه ما بدنا ندير نقاش حول الموضوع إذا اختلفنا على نقطة أو نقطتين. بس أنا في شغلتين أنا حابة أحكي عنها، على دور الأحزاب السياسية بتوليد العنف في المجتمع السوري. خدي الأحزاب السياسية، عم تزورني؟ مجتمع مدني الأحزاب السياسية من بداية تأسيسها، من بداية الخمسينات أو حتى قبل، أي مخالف إلا بأعضاء أو من المؤسسين مباشرة يمارس عليه العنف بشكل أو بآخر. فمن هون بديت التربية العنفية البحتة حتى ضمن الناس اللي هن معتبرين أنه أحسن من غيرهم لأنه هن أعضاء بأحزاب معينة سواء يسارية أو اشتراكية. النقطة الثانية اللي أنا بعتبرها من أحد أسباب توليد العنف بالمنطقة هي موضوع العولمة. نحن العولمة نقلنا إيه ونقلنا لا، هي شغلة إيجابية أجت للعالم، ما فينا ننكر أبدا. وإذا منلاحظ كلنا مرتبطين بموضوع العولمة بشكل ما، ما ممكن نفصل حالنا. لكن نحن ما بعرف إذا
في حدا عم بيسر. نحن كبالغين كناضجين نعرف شو ناخذ منها، بس بالنسبه للشبيبه وبالنسبه للاصغر وبالنسبه للي شوي ثقافتهم اضعف، فاللي عم ياخذوه من العولمه عم ياخذوا العنف والتفاهه، وهي عم تخلق جيل كامل عم بيولد العنف. هذا الجيل اللي مرتبط بالعولمه بشكل السخيف صحت له فرص على انه يكون ممارس، نتيجه القوه المسلحه اللي صارت بين ايديه صار يمارس العنف على من هو في حارته مثلا، على من هو في مجتمعه، وهذا نتيجة ضعف شعور المواطنة. المواطنة كان لازم تكون هي البديل عن المؤسسات الدينية والمؤسسات كاملة، هي اللي بدها تخلق الجيل. سؤالين حتى فيما يتعلق بالدراما تحديدا، انه بفترة اللي كان عم ينطلق باب الحارة كنا عم نشوف مسلسل نور مهند التركي، وكان نسبة المتابعة له أكثر بكثير لباب الحارة، قديش كان له أثر؟ بنشوف انه الدراما هي بنت المجتمع السوري، وما عم ينعرض مسلسلات إلا حالات موجودة بمجتمعاتنا من باب الحارة لمسلسلات تانية. السؤال الثاني انه حتى انه قديش ليش كان عندنا هالفرق؟ السؤال الثاني ليش كان خلال الحرب تغييب النموذج اللاعنفي؟ يعني مع بدايات الحرب شفنا ناس كان عم يدعو للمصالحة لخطاب السلام، اليوم في تغييب النموذج اللاعنفي. بدي ارجع لخطاب الانسي اللي حكته انه حتى المؤسسات الاعلامية او بالبيروقراطية اليوم خطاب الكراهية هو احد ادوات الوصول، احد ادوات ترقي الوظيفة بصراحة، يعني بصراحة وبكل مؤسساتنا نتيجة اطراف معينة شفناها امبارح حتى بالانتخابات، يعني اذا ما شفناه نحن بعض حكى انا ما شفت شيء يعني. كمان فكرة موضوع الثقافة الدينية يتفضل فيها يزن، هو الموضوع الفكرة الأساسية هو كلامه مزبوط لما قال الثقافة، لأنه فعلا هو الموضوع بيصير فهم خاطئ للدين. مع احترامي لكل الديانات هو الموضوع صار فيه فهم خاطئ للدين، لأنه أنا بأكد بكل شيء أنا بحكي بقول دائما أن العادات والتقاليد هي أقوى أحيانا ممارسة من الدين، وبعتقد بشخصية أنه هي الدولة الخفية اللي بتخلي المجتمع، بتحرك أفراد المجتمع، بدليل أنه أحيانا القانون كان يلتزم بالعادات والتقاليد وما بيلتزم مثلا بالدين. برأيي في الوضع الاقتصادي لازم نحكي عليه أكثر، وضحته الأستاذة وحابب أقول عليه كمان. نحن وتكون في حالة اقتصادية ضاغطة، واحد فات بمو يعني خرج على القانون بسرقة بسيطة، حيلاقي حاله بعد فترة عم يتدرج بعالم الجريمة. كمان نحن خلال الحديث كان في كتير يعني دمج بين العنف والجريمة، لأنه العنف مثل ما قال يزن له تعريف، له تعريف فعل ضد إرادة حدا. الجريمة لا، في فعل خارج على القانون. مو كل حالات الزواج المبكر مثلا هي حالات عنف، هي حالات جريمة، في خطأ، في عم يصير خطأ برضا كل الأطراف. مو شرط إذا كل الأطراف رضياني معناتها الفعل صحيح، لكن ما له هو عنيف، ما فينا نقول كل شيء يلا نزدته على العنف. وكمان إذا منراجع حالات العنف اللي صارت بنلاقي إنه في كل حالة من الحالات إلى أسباب، ما فينا نقول كمان نطلق هيك نحط شماعة واحدة لكل الشغلات اللي نحكي. الطفل دريكيش واحدة من الأسباب اللي ساوى العنف فيها، وتسألوا وقت كان عم يساوي المقابلة حكى أنه كان عم يقلد شي شافه، طفل شاف شي معناتها هون كمان يعني رحنا على مطرح تاني، وين موضوع الضبط أو شو هي المشاهدات اللي عم يشوفها الطفل وشو عم تأثر عليه. وكل حالة من الحالات بتندرس. نجي على الموضوع اللي نحكيت على المؤسسة الدينية، بتمنى حدا يكون عم يدافع عن المؤسسة الدينية، لكن انطرحت يعني خلينا ناخد شوي الوش التاني تبعه. ما فينا يعني في خلط كان هلا بالحديث بين التدين وبين الدين. بالتدين إذا كنا لحنا رحنا على مجتمع يوصف بالمتدين وهو ما له عرفان بالدين، وبعدين في أخطاء، ما فينا لحنا نروح مثلا لعند نقول كل العنيفين هنين والله أهل ريف، ما فينا نقول كل العنيفين هنين غير الدارسين، لا في عالم دارسين وعم يساووا عنف، ما فينا نقول كل العنيفين هنين من الطبقة المتدينة لأنه هيك لحنا حسينا. خلينا نشوف هل هن عم يساووا أفعالهم
من نابع ديني، هل هذا العنف طالع من هيك عم يفتح الكتاب تبعه عم يشوف انه هلا لازم يغتصب مثلا بيروح بيغتصب يعني هيك القصة؟ لا، برايي انه هو خارج على القانون خارج على الدين، لانه المؤسسة الدينية لها دور بنبذ العنف. خلينا ناخذ، طيب خلينا نشوف اذا المؤسسة الدينية، خليني كفي بعد اذنك، خليني كفي سؤال وكمل اذا تريد. حكيت عن نوع من العنف مدام اعتداد هو الامتناع عن الفعل، هل قامت المؤسسة الدينية بدورها كحكي مؤثر كشيء مؤثر جدا بالمجتمع لا طيب. للحد من العنف؟ ما فينا نكون عم التمييز بين الدين والتدين او هاي الانواع اللي حكيت عنها، ما فينا نكون عم نحارب المؤسسة الدينية صبح مساء وتصير فعل بنروح نزلت على المؤسسة الدينية. المؤسسة الدينية كلياتنا بنعرف انه هلا في صراع مو بس على موضوع ادوارها بموضوع العنف، في صراع على دورها بكل المجتمع، وهذا الكلام بالرقاب عم يصير فيها، عم يصير في نقاش على دور الرقابي على الإعلام، على دور الرقابي بالمؤسسات، على دور الرقابي بالمنهاج، وآخر شيء عم نلاقي إنه كله عم يحاربه وتصير مشكلة بيطلعوا عليه إنه أنت وين عم تساوي دورك. ما فيني أنا أكون هي دورها شو يعني، شو هي أدواتها للوصول لمجتمع؟ دور الرقابي، دور التوجيهي، دورها وتكون عم تساوي رقابة وضبط على أفراد المجتمع وتحط ضوابطها، وقتها وأنت تكون عم تمارس دورها وتكون وجود والله بالصف الاول، بنقول والله واحده من الـ يعني من اسباب العنف والله انه ضعف يعني او خلينا نقول سوء اداره المؤسسه الدينيه. المؤسسه الدينيه ما لها اخذ دورها يعني، ما نقول الدوله هيك الدوله العميقه هيك قاعده المؤسسه الدينيه انه اخي صار اغتصاب انه شو بيقول له الشيخ اغتصب واخي انا شايف لك ما في هيك شيء. عن المغتصب بس هي اخذ دورها عفوا بالعنف وين اخذ دوره؟ مو ما عم نحكي لا عم نحكي على العنف نحن. ايه بعرف بس انا عم بحكي اثره بالمجتمع هي فاعله واخذ دوره ولا مساحته. خلينا نقول شغله، هل المؤسسه الدينيه تبرر العنف اللي عم يصير ضد الاطفال؟ هلا العنف اللي عم يصير مثلا، هل اي واحد عم يساوي العنف او عم يساوي اغتصاب على طفل هو عم ينطلق من مبدا ديني او حدا من المؤسسه الدينيه عم يبرر له مثلا؟ اكيد لا. معناتها شلون انا بقعد بتطلع هيك بقول الثقافة الدينية تبرر العنف؟ في انواع عنف ثانية. جيد، معناتها جيد انه هذا جزء من جيد جيد غير معناتها مو معقول كل شيء بنزته بنحطه كلمة عنف بنحطها بنضربها على كل شيء. العنف اللي عم ينحكى بالمؤسسة الدينية على غير شيء. إلى علاقة بحرية الاعتقاد، إلى حراقة بالعلاقة بالتعامل، غير شيء تماما. لا ما هيك ذكر، عفوا. قال إنه ضد النساء. لا، انطلق من الثقافة الدينية بتأثر على العادات التقاليد، تأثر على يعني ربط الدين بالعادات بالعنف. ما هذا الربط يعني عفوا ربط كتير ضعيف. إذا بنحكي على حلول أو على آلية استجابة، واحدة من أهم المؤسسات إجباري حتكون موجودة المؤسسة الدينية. ما فينا نقول إنه أنت السبب وبأي حملة لاقيها إنه معيتك بدنا إياك تكون موجودة. ما بتزبط. نزلت عليها شوي وقت الحل بنقلها مارسي دورك، لأنه ما يعني ما تمارس دورها لأنه في أسباب. بقى ما فينا نقول إنه هي السبب وبعد شوي نقول لو مارستي دورك ما صار. ما بتزبط. أساس فكرة العنف أو أحد أسباب أحد الكبير يعني هي فكرة الظن بامتلاك الحق، أنه أنا أملك الحق وبالتالي أنا أملك الحق بفرض هذا الحق الذي أعتقده على الآخر، سواء كنت ديني ولا حزب شيوعي ولا، لأن الليبرالي ما بيعمل هيك بس شيوعي سواء شو ما كنت يعني أي هيكل أو أي منظمة أعتقد أنه أنا هذا الحق فبالتالي من حقي أني أفرضه على الآخرين، هون ببلش العنف. ببلش بكل بساطة من هون أنه أنا مثل ما كنت عم تقولي حضرتك يعني أنه أخي أنت بدك تعمل هيك أو تصرفك هيك أو لازم تكون هيك أو لازم تعمل هيك، وبيمشي باتجاه الفرض العنف على أي حدا مختلف بالرأي، من الكلام أول شيء لا استخدام السلاح بآخر النهار. يعني هذا أساس القصة. المشكلة نحن اليوم صرنا مجتمع غارق مستنقع بالعنف بكل توجهاتنا وبكل أفكارنا وبكل حياتنا. يعني قصة الإعلام صارت تحصيل حاصل طبيعي، الإعلام يعبر عن المجتمع ما بيقدر يعني إنه شو يعني اليوم بده يطلع شيء مثلا بعيد مثل ما قلتي إنه أخي هذا الواقع والناس بده تنجذب له بده ينحكى عنه. الهيبة ليش ماشي مخرج الهيبة صديقي وزلمي لا عنفي بالمطلق يعني، بس الزلمة يشغل بالأخير بيقول لك هذا اللي بيشتغل شو بده يعمل يعني أنه أنا بشغل بآخر النهار هذا المجتمع بده إياه، فإذا بنشتغل ما بنشتغل على الظواهر يعني.
والإعلام ممكن أنه يساعد، بس هو ظاهرة أكثر منه أنه هو أداة. يعني أساس الفكرة أنه كيف يمكن تغيير نمط التفكير باتجاه أنه أخي أنت ليس لك الحق أن تفرض شيء على الآخر. ومن هو المؤسسة الدينية بأداء عنفية بالمطلق، بالمطلق بغض النظر عن تعاليم الدين، ما عم يحكي على التعاليم. معلش تعدلنا هاي الجملة الأخيرة. عمر ما انتبه. لا لا، المؤسسة الدينية مو بس الإسلامية ولا السنية ولا الشيعية ولا أي كل أي مؤسسة دينية. بالأخير الغرب مشي بمحل وقت انتهى من التبشير، انتهى من التبشير، ما له علاقة. وين حلوة القصة بسوريا مثلا؟ بتلاقي بأحد المظاهر، لو بدنا نحكي طوائف بس يعني ما بقصد الطائفية، بس انه كلازم كنموذج تنحكى بسويدا مثلا، الشيخ ما دخله بحدا، الشيخ ما بيشرب ولا بيدخن، تدخين عند المشايخ الدروز معيب جدا يعني، ولا يمكن انه يدخن. ما بيدفع مثلا، عندهم قصص انه تبع المي ملك للناس، ما بصير يدفع. يعني بدي ورجي انه بدي اقول انه في ضوابط كتير قاسيه، بس باخر النهار بتنزل على السوق بالسويدا بتلاقي شيخ فاتح عم يبيع بسكوت وعطر ومدري شو ربه، وقدامه واحد عم يبيع مشروب ما دخلوا فيه ولا بيحكي معه شيء ولا له علاقه فيه، وبيتعامل معه عادي، ما بيشتري يمكن منه ويبيع منه، بس ما بينظر له نظره دونيه انه ان هذا عدائية. او عدائية، يعني هي العدائيه بتنطلق من الدونيه المعرفيه، يعني انه انت ما دخلوا فيه، قالوا خلص انت بحالك انا بحالي، انت شايف هذا الحق تبعك هيك، انت انا ما دخلني فيك. بس من وقت ما بننطلق لفرض وجهه النظر بتمشي معنا من النظره للاستهزاء لتوصل للقتل واستخدام السلاح بحق انه انا صاحب الحق. اذا بدنا نبلش معالجه من هون، انت حر وانا حر، انت حقك وانا حقي. خلينا ننتقل للشق الاخير ونكون عم نختم فيه مداخلاتكم، بحب يكون عم يداخل معنا. خلونا نحكي اليوم عن جد عن حلول واقعيه. يعني انا لما اليوم بحكي عن دور الاعلام فعلا، شو اللي اليوم متاح للاعلام يعمله؟ لما عم بحكي عن دور الدوله فعلا، شو لازم اليوم الدوله تعمل؟ شو فعلا اليوم في متناول يد السوريين لحتى يكونوا عم يستجيبوا لناقوس الخطر يلي حكينا انه هو عم يدقوا من زمان يعني؟ ودور مين اليوم؟ يعني مين فعلا اليوم الموجود وما نوع عم بيقوم بدوره، او مين عم بيقوم بدوره بطريقه خاطئه؟ اذا اليوم رجعنا على حديث المؤسسه الدينيه بالنسبه مثلا لموضوع العنف عن ضد المراه. هلا اول شيء لو افترضنا كان فيه الأنثى نظام اعتدال، بتأيدني بهذا الراي كمان، انه احيانا بيكون خلينا نقول الجهات التنفيذيه مثل المخافر او الشرطه او القضاء ما لهم قدرانين يقدموا لها حلول للمراه، او بيحاولوا يحلوا الموضوع حبيه وصلحيه، لانه طيب ماشي هالمراه معنفه وبتترك، طب هل عندها هي خيارات تانية أخرى بتأمنها المفروض الوزارات أو الدولة، مثل مراكز إيواء خاصة بالنساء المعنفات تفي بالغلط وهالبرامج، هل هي قادرة على أن تكمل المشوار لآخره؟ ما له موجود متوفر هذا الشيء، أو خير أقول متوفر بس بحدود نطاق ضيق غير كافي للاحتياج. يعني هي واحدة من العقبات اللي كنا نواجهها نحن بهذا الموضوع. تاني شيء موضوع التعميم والوصمة، هي مشكلة ثقافة مجتمع موجودة كتير، وهي نحن واجهناها كتير لما كنا عم نشتغل سواء بمراكز اللواء، سواء بما اشتغلنا مع الناس طلعت من الغوطة، سواء حتى اشتغلنا نحن بقلب الغوطة نفسها. فإنه حتى هذا الشخص المعنف هو معنف أساسا، فموضوع الوصمة هي اللي عم تولد العنف عنده. أنا طالع من الغوطة، أنا زلمة محطم من جواتي، فأنت جاي توصمني إنه أنا مجرم وأنا إرهابي وأنا كذا وأنا كذا كذا. فبصراحة يعني حالات العنف اللي شفناها عند البعض هي كانت نتيجة ردة فعل على الوصمة. فموضوع الوعي كتير مهم، موضوع تثقيف الناس إنه يا أخي هذا إنه طالع من الغوطة مو معناته إنه هو مجرم، مو معناته إنه هو إرهابي. ثانيا موضوع إنه كل المجتمع، يعني أنا من وقت ما عدت بهالجلسة المجتمع السوري فيه عنف، كل المجتمعات فيه عنف، ويمكن برا في عنف كان أكثر من عنا، وأنا طلعت وشفت برا عندهم عنف ذكوري أكثر من اللي عنا. فاللي لاحظته أنا من خلال الشغل إنه تلاقي مثلا فتنة إنه هدول لو افترضنا من سقبة، هدول من إلى آخره، هدول من حوش فار، هدول فكل مكان له ثقافته، وما كل الأماكن كان فيها عنف.
ضد المرأة أو ضد الطفل. وحتى إذا بدك للأكثر يعني الحالات النفسية والاضطرابات النفسية اللي كنا عم نشوفها، كنا عم نشوفها عند الذكور أكثر من عند الإناث، لأنه هو اللي كان حمل العبء والمسؤولية والضغط عليه، إحساسه أنه هو عاجز عن أنه يقدم واجباته تجاه أسرته وكذا، فكان عم يعمل له ضغط نفسي. وتقبل عند أهل الغوطة اللي شفناه عند مو كل الضياع طبعاً للخدمات النفسية كان كتير عالي أكثر من أهل المدينة. وشفت منه ثقافة، وأنا بفصل هون يعني عفواً بفرق هون ما بين الثقافة وما بين التعليم، لأن هون اثنين مختلفين عن بعضهم. شفت مستوى من الثقافة كتير حلو، حتى موضوع الدور الديني كان عندهم يا حلو مع بعض جوانب الجهل، يعني في سوء فهم لبعض النقاط، لكن لما انشرحت لهم بالطريقة الصح فكان في كتير تقبل. فموضوع الدور المؤسسة الدينية هو دور كتير مهم، لأنه بيصلح الفهم الخاطئ للدين، لأنه ما في دين شو ما كان نوعه هو بيشجع لا على العنف ولا على الظلم ولا على الاضطهاد. المسؤولية الأكبر أكيد هي بتكون على الدولة وعلينا نحن كأشخاص، ما فيني أدير المسؤولية على شخص وقول المسؤولية الأكبر عليه، المسؤولية هي علينا كلياتنا ابتداء مننا كفرد، بغض النظر إذا نطلع من رأس الهرم أو من أسفل الهرم، أنا بقول إنه هي مسؤوليتنا نحن يعني كأفراد، بعدين بنطلع بالدائرة تبعنا. التغيير دائما بيكون يا من فوق لتحت من رأس الهرم لتحت، ويا اما بيكون من القاعدة ونحن طالعين لفوق. فأنا ما فيني أقول إنه أنا ما لي دور، ما فيني أقول مثلا إنه مخرج تبع مسلسل الهيبة ما له دور وهو يعني مضطر يكمل هذا السوق، ما بيصير هيك. بغض النظر، بس أنا لما بكون أنا مالي متحمل هي المسؤولية وعم أمشي مع السوق، فمعناته أنا عم شارك بإنه عم أولد عنف. لما أنا مثلا ما بعاقب على العنف مثل جريمة بيت سحن، فبكون أنا عم أولد عنف. لما أنا بقول إيه معلش والله اللي قتل من سامحه، فبكرة كمان الثاني بيقتل، فنحن من سامحه الثالث بيقتل، من عنف بيجر عنف. طبعا الكل او ما بعرف الاغلب اكيد بيعرف عن كسر حلقه العنف، انه هي العنف هو حلقه ودائره، اذا ما انكسرت بنقطه معينه راح تضلها تدور 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 تسع وتكبر الدائره اكثر واكثر. ما راح احكي كثير على الحلول، بعرف انه راح ينحكى كثير عليها، ما راح اخذ دور الكل، بس الشيء اللي حاكد عليه مره ثانيه هو دورنا نحن كاشخاص الحل عنا. في شيء اسمه اثر الفراشه، ما بعرف اذا بعض او الكل سمعان فيه اثر الفراشه، تمام، هو اللي بيقول انه انا اذا في فراشه رفت بامريكا فهي حتاثر بمكان ثاني من العالم بغض النظر. الفكره انه اذا الفراشه الا اثر هزت جناحها، فنحن كاشخاص لنا اثر، دورنا كمجتمع مدني كتير له أثر. المنظمات كان نقطع المنظمات هيك، في كتير شغلات نحكي تعقب عليها تعقيب كتير سريع، كان بدك تعقب على الرقابة وعلى الرقابة على المنظمات، المنظمات الدولية، وأنا بشتغل بثلاث منظمات يعني، ولحد هلا كنت أشتغل بتنتين وهلا بشتغل بوحدة. ممنوع يتحرك أي حركة إلا إذا ما كان في رقابة وفي على كل شيء، على استبيان، على أي معلومة، على هيك. بصراحة عم ينشغل شغل كتير حلو، ما فيني أقول إنه أنا شغلهم بالريف أو بأي مكان تاني ليش عم ينشغل أو قلل من أهمية الدور اللي عم يشتغل فيه، سواء العنف بالعنف القائم عنه الاجتماعي أو دعم نفسي أو خدمات تانية أو إغاثية أو أي خدمات تانية. واحدة من الأسباب اللي حكيناها بترتبط به النقطة هو الدور يلي السبب الرئيسي اللي كان عم يصير التمييز بين الريف والمدينة، أو بين خلينا نقول توزيع الموارد مثل ما سكرت الزميلة اللي كانت هون، هو بالفعل كان له دور كتير كبير. لهيك هلأ المنظمات لما عم تشتغل هي عم تحاول خليني أقول شوي يعني شوية ترجع كفة الميزان، لأنه مثل ما قلتوا هناك الخدمات عم تكون شبه معدومة، خدماتهم بالشام أو خليني أقول بالمحافظات عم تكون كتير متوفرة. أنا عشت بالريف وعشت بالمدينة بفترة من الفترات، المي هي أبسط 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 يعني أبسط حق، المي بيوصل بالمدينة بشكل يومي مستمر، بالريف هو مرة بالأسبوع. أنا لما بيجي بكون ساكن بمنطقة وعم أخذ خدمات أقل، لما بيجي بنتقل على منطقة بأخذ خدمات أكثر، فهذا الشيء إجباري حيولد عندي عنف، حيولد عندي كراهية، حيولد عندي ليش هذا الشيء صار، ليش أنا مواطن ساكن هون أو ساكن هون مفروض أتلقى نفس الخدمة بما أنه أنا على نفس الأرض وعلى نفس البلد يلي هي بلدي. بحرد ارجع هيك مشان ما كتير اخذ من الوقت، رح ارجع اكد على فكره دورنا نحن كاشخاص. لما انا بكون عم اتصرف بطريقه لا عنفيه، فانا عم انشر هذا الشيء وعم اثر على الشخص اللي قدامي، عم اثر على الحلقه اللي انا فيها. لما انا بكون عم اتصرف بطريقه عنفيه ابتداء مع ابني، مع زوجي، مع اخي، مع هي، فرح تنتقل هي الدائره وتتوسع اكثر واكثر، وحكون مساهم بدائره العنف وما عم اكسرها، بينما اذا انا كسرتها او وقفت عند هذا الدور. نقطة شوي على فلسفية ونقطة تنفيذية. تفضل. لا يمكن كسر العنف بالعنف. أي إجراء عنفي يرسخ
صورة العنف وضرورة العنف في المجتمع يعني بيرسخ ضرورة استخدام العنف لكسر العنف، فهو إبقاء للعنف. يعني أنا وقت عم استخدم إن كان الإعدام بالساحة العامة ولا أنا عم عاقب بطريقة عنفية، فأنا عم ثبت مو بطريقة غير عادلة بياخد جزاءه أكيد، ولكن وقت أنا عم استخدم طريقة عنفية فأنا عم رسخ بالضمير المجتمعي أن العنف لا يحل إلا بالعنف لو كان بيد الدولة فقط، وعم ثبت هذه القناعة عندي أنه أنا بآخر النهار ما بتنحل القصة إلا هيك، وهذا الموضوع ما بينحل إلا بعنف. لا، ما بينكسر العنف بالعنف، بنضل بنفس الدائرة أبدا. ولا يعني هذا لا يعني بالمطلق أنه ما ياخد عقابه، لا يعني بالمطلق أنه ما ياخد عقابه، بده ياخد عقابه ولكن بطريقة تعلم الناس أنه هذا يمكن عقابه بس مو بالعنف، وما نثبت العنف كقيمة. أكيد مو بإني إشنقه وإشلخه قدام العالم وفش قلبي منه. بآخر النهار أنت كمان كنتي عم تقولي بآخر النهار حضرتك كنتي حضرتك عم تقولي إنه هذا الشخص اللي إجا العنيف هو معنف بالأساس. أكيد بده ياخد عقاب. ماشي، بس أنا ليش لحتى بس هي نقطة الفكرة، ليش أنا عم يعني شو هدف العقاب تبعي، هذا العقاب العنيف اللي محطه بالمجتمع؟ إني أنا عم أعدمه بالساحة. وتجي نحن هاي هذا اللي عم أقوله، هذا النظام، هذا النظام والقانون عم يرسخ صورة العنف بهي الطريقة. وتجي عم أقول أنا هذا بيستاهل شلخ. لا لا، مو أنت، ما قصدي، لا أبدا، ما قصدي عليك. نو 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 أبدا، لا ما قصدي عليك أبدا، ما قصدي عليك. عم أحكي أنا بثقافتنا المجتمعية، أنا قاعد ببيتي، أنا عم أحكي عن حالي، قاعد بشوف هيك قصة بيقول هذا بيستاهل إنه ينشأ. لا، ممكن اي حدا منا يقول هيك. ما عم جواب عليك مدام، ما قصدي ما، لا والله مو رد عليك، بس عم اشرح الفكره. تمام، هذا بيعمل نوع من الرادع. تمام، بس مو بطريقه عنفيه، هذا اللي عم اقوله، مو بطريقه عنفيه. ينحبس؟ ايه طبعا بقولين حبس مؤبد لا يطلع بحياته، بس أنا ما كرس، بس أنا ما كرس صورة عند الناس أنه العنف ما بينحل إلا بالعنف. هي ثقافة، ثقافة. لا، شايفة هي اللي مرقة، هي الفكرة، هذا أساس ثقافة العنف. من وين بيطلع؟ من وين بيطلع؟ من هون. إذا عاقبته بطريقة عنفية، لا 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 لا، وقت أنا ينحب، وقت ينحبس كل عمره هذا عم ياخد جزاؤه. لا 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 لا، في كتير دراسات وكتير حكي تحديدا على عقوبة الإعدام أن غير رادعة، ما كل من أول البشرية عم تستخدم عقوبة الإعدام، كانت ردعة العالم عن القتل عم تزيد. وقت بيوصل الإنسان لهي المرحلة ما بيوصل لهي القصة. كل حال حديث، لا ما في شغلة، صار لك عشان كل مرة بتفوت تعب المداخلة، هدي شوي، بدي استخدم معك اللمف. هي نقطة. هلأ حديث طويل بس أنا يعني بعتقد هون الموضوع. نقطة الثانية التقنية على كمان دائرة العنف، هي جزء من الحل وما له كل الحل أكيد، يعني جزء من الموضوع. كثير لاحظنا أنه دائرة العنف تبدأ من تصرفات، مثل ما كنت عم تقولي، تصرفات قمعية لأشخاص سلطويين، ما حقول كلهم بس جزء جيد من هذه التصرفات، وطبعا لا أبرر لحدا نهائيا، بس جزء من هذه التصرفات يتم على اعتقاد أنه هذا التصرف طبيعي. يعني هذا العسكري أو هذا الشخص اللي هو لابس ثوب السلطة بتصرف بشكل طبيعي، هذا الشكل الطبيعي عم يخلق أذى ويعني وحرقة قلب من جوا عم تولد عنف بعدين كتير كبير، يعني أهر هائل. يعني هو بالنسبة له هذا الشخص يمكن ولا بيفكر إنه هو عمل شيء، ولا بيفكر نهائيا. طبعا عم اقول مو هذا كل شيء ابدا ابدا، في شغلات طبعا ممنهجه، بس عم هيك بهذا الجزء يلي ممكن انه ينشغل عليه. انشغل كثير مبادرات بمناطق اشتغلها مجتمع مدني، ما بيقدر يشتغلها الا مجتمع مدني، بمناطق اشتغلت على مقاتلين
وعلى على عناصر مسلحة اشتغلت عليهم، بمعنى انه اخي روق شوي، هاي القصة بتعمل هيك، هاي القصة بتعمل هيك، هاي القصة بتعمل هيك. وما عم نحكي على مقاتلين، على شباب موجودين هن من منطقة، موجودين من منطقة تانية، يعني كمان مشان نحكي القصص بصراحة، عم نحكي على شباب من نفس الضيعة، لأنه اللي بيلبس دوب السلطة بيلبس دوب السلطة على أي حدا، ما بقى تفرق معه، يعني إذا كبر راسه وكبرت الخسة براسه العنفية خلص ما بقى إيه. ما لها القصة بس مناطق وخلص، على وين ما كان بتركب معه القصة. هذا كمالة الجزء اللي عم تقولي، انه نحن مو بس نشتغل على اللي تعنفوا، على المعنفين بحاجة للشغل، وبعتقد هذا الشغل على المعنفين بهي الطريقة هي بيجيب اثر مباشر، لانه شفناه باكثر من مبادرة باكثر من منطقة، انه فورا الشباب بعد الجلسة وقت رجع نزل على الحاجز رجع تغير، يعني ها فكر. وبرجع باكد ماله هو كل شيء، كتير صار ممنهج ما بننكره، بس هذا جزء على الأقل يمكن معالجته، يمكن أنه نحن إذا استخدمنا أشخاص وجهاء بمنطقة معينة، رجال الدين لهم دور منيح ممكن يكون هون، واللي قام بهذه المبادرة رجل دين بالمنطقة، يعني اشتغل عليها رجل دين، هو ما حقول من أي دين مشان ما حدا يتضايق فعلا اشتغل عليها وكان له أثر كتير كبير، كتير يعني على الشباب. أول شيء بالعصور الوسطى يعني انعملت دراسات كتير عن هذا الموضوع، هلأ حاليا بالقرن 20 و21 عن موضوع الردع، موضوع انه هي عقوبة الاعدام هل هي ردع او لا. يلي صار انه بالعصور الوسطى كان زادت كتير عمليات السرقة، فراحوا صاروا يقتلون بساحة عامة وكذا. في مرة كانوا عم يقتلوا عم يشنقوا حدا لانه سارق، وناس قاعدين متجمهرين وعم يحضروا الهي، كانت أعلى نسبة سرقة صارت بهاي المدينة، يعني في بلحظة نشال عم ينسرق عم ينعدم، لأنه هو وقررت الوقت الحاكم المدينة أنه أنا بدي أعدمه للردع، أنه خلص ما عاد بس جريمة قتل أنه بعدمه، لا أنا حتى سرقة بده ينعدم لأنه صارت السرقة أعداد مهولة، فهي كردع. فهي صارت أنه لا بهاي اللحظة كانت أعلى نسبة سرقة صارت بالمدينة، فهي ما ابدا ما له عقوبه ردع، الاعدام ابدا ما له عقوبه ردع. هي اول شغله. ثاني شغله، قتل النفس هو عنف، واحد قتل وام انا بقتله ولو دوله، بس هي قتلت، انا وقت بعدمه انا قتلته، وانا مو حقي حتى لو دوله مو حقي انه انا اقتله، هي روحه مو بايدي لانا قتله، بعاقبه اولا. ثانيا الاهم بده علاج نفسي، هذا اللي حسب الصور اللي انقالت وتبع عم يشرب قهوة وعم يتصفى دمه، هذا مو إنسان طبيعي، هذا ما له إنسان طبيعي، هذا إنسان مريض نفسي، حقه على الدولة العلاج. نحن ما عنا ولا حالة علاج لهدول، ولا حالة علاج، ولا حدا فكر هدول يلي محطوطين بجرائم قتل إنه أنا نجيب لهم معالجين نفسيين. نحن ما في شيء اسمه ما بيتعالج، ما في شيء اسمه ما بيتعالج، كله بيتعالج، كله انت بدك، كله هذا المريض النفسي بدك تعالجيه، بده وقته، بده ما في ناس عم تقدر توصل معه لنتيجة، ما في أهلية، ما في كفاءة، ما في مين يلي عم بيروح اصلا لحتى يشتغل هاي الشغلة، مين هذا شيء. اما ما بنقول ما بيتعالج، لا ما في شيء اسمه ما بيتعالج، في شيء بس انه عم نخطئ، خلينا ايه حتى لو في لو شو ما كانت درجة السايكوباتية اللي عنده، فنحن حقنا حقه علينا كدولة انه نحن نروح ونعالجه، حتى لو ما بيطلع من امره شيء لنقول مثلا، بس هو لازم يكون فيه هي ويتعاقب. انا ما عم اقول ما يتعاقب، بيتعاقب، بس مو الاعدام، الاعدام ما بشكل ردع عنف، انا عم ورجي، انا عم جسد العنف، وقت انا بخلي الناس تشوف هذا العنف، مثل ما نحن عم بنقول الهيبة هو عنف ولا الأفلام هي عنف، ما أنا عم ورجيهم عنف حقيقي قدامهم هاي الناس اللي عم بتشوف، اللي فيها أطفال وفيها مراهقين وفيها بكل الأعمار، عم بيشوفوه كيف هو عم ينشنق قدامهم، هذا عنف، وعم نجسده وعم عم عم نرسخه مثله مثل الفيلم، أفظع من الفيلم واقعي ريال تي في، تعالوا شوفوا شلون عم نشنقه. لا ما بيصير هذا الشيء،
هي ونعملت كثير دراسات، يعني انا ما عندي دراسات، في دراسات وفي ارقام. نعملت دراسات ورجت انه قلت نسبة الجريمة لحد انه خلت السجون من طبعا عم احكي عن جرائم القتل والجرائم اللي هي لها علاقة بالاعدام، وقت لغوا عقوبة الاعدام بهاي المدن بهاي الدول. سويد مثلا في كتير كتير كان، ليش؟ لأنه لغت، مو بس هي، في كتير دول. في كتير، لا لا، أنا عم أحكي كدراسات إنه شو عملت بالعالم. لا لا مو واسع، عندي إذا بتحبي عندي وبرجيكم كلها دراسات بأرقام بإحصائيات بكل شيء، بس أنا هلا مالي حافظت الأرقام والدول وكلها عندي. أنا بس راح أحكي شغلة. بس أحكي دراسة هذا الموضوع بس كمثال جدلية على مستوى الولايات المتحدة، على مستوى الولايات 50 ولاية أنت عندي تتميز بهذا الموضوع في أي جدلية بين أنه هي بتشرع حقوق الإعدام أو لا، بين أنه بيروحوا لشو شو شكل الإعدام الرحيم، وبين أنه لا الحكم المؤقت في الإعدام. لا هاي جدلية فعلاً كثير، يعني مهمة نشيل العنف. أنا رأيي المهمة أكيد الأساسية عن الدولة منا هاي الشغلات اللي قلنا، سواء تعدم علني ولا أكيد في أشياء عنفية عم تمارس من قبل الدولة ومن قبل أتباع الدولة أو اللي عم يحكوا باسم الدولة يلي ما بنعرف أساساً هن عم يحكوا باسم الدولة إيه أو لا. بس هدول حتى اللي عم يحكوا باسم الدولة إذا الدولة بريئة منهم فهدول لازم يعاقبوا إنه عم يحكوا بطريقة عنفية باسم الدولة. هذا كله إضافة أكيد في دور للمجتمع المدني، وأكيد في طبعاً في دور للمجتمع، وطبعاً في دور للأفراد، طبعاً في دور لنحنا. أكيد نحنا شو بنقدر نعمل، الإنسان شو بيقدر يعمل ليكسر دائرة العنف؟ أكيد. والعنف دائرة وبتتشكل بكذا شيء. هاي هذا العنف اللي بيطلع هو له علاقة بشيء اسمه غريزة البقاء. أتمنى أنه نحنا نكون بعد فترة ليست بطويلة عم نشوف بعض الحلول عم بتشوف النور، سواء بجهود شخصية أو بجهود مدنية للموجودين هون، أو سواء من الدولة عن طريق حملات مناصرة ممكن نحن كمجتمع مدني نكون عم نعملها. بدي أشكر وقتكم وأتمنى تكونوا استفدتوا كما استفدنا يعني.